مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. والنهاردة عندنا ثلاث محاور رئيسية في هذه الحلقة. المحور الأول هيكون حوار مع نجمنا نجم النادي الأهلي منتخب مصر السابق الكابتن أحمد بلال، لإلقاء مزيد من الضوء على أهم الأمور اللي أشار لها وحددها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بالأمس في المداخلة الهاتفية مع زميلي سيد عبد الحفيظ، واللي تطرق فيها لأمور كثيرة جدا تتعلق بما يترتب من سياسات عمل على عدم الفوز بالبطولة الأفريقية أو على أوجه قصور أشار الكابتن الخطيب إلى أنها كانت موجودة بالفعل دون النظر إلى النتيجة إذا كنا في حالة الفوز أو في حالة عدم الفوز باللقب، وهو ما حدث بالفعل، وإعادة بناء الفريق في الفترة المقبلة وإعادة الهيكلة لبعض الأمور ومنها قطاع كرة القدم في النادي الأهلي، بعض الأمور الرئيسية أو بالغة الأهمية اللي تطرق لها الكابتن محمود الخطيب. ده هيكون محور حديثنا مع الكابتن أحمد بلال. الفقرة الثانية هتكون مع ضيفنا أيضا لاعب النادي الأهلي السابق ودوره أيضا في أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم الكابتن أحمد رضوان، ويتحدث عن الكثير من الأمور المتعلقة بتجربته مع النادي الأهلي وأيضا برؤيته لدور الأكاديمية وسير العمل فيها. والفقرة الأخيرة من هذه الحلقة وأيضا فقرة متميزة اعتدنا على أن نتابعها مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ومتابعته للرياضات الأخرى بعيدا عن كرة القدم، وهيستقبل فيها النهاردة فريق ناشئات الكرة الطائرة بعد تتويجهم مؤخرا ببطولة المنطقة، وهي الفقرة المتميزة اللي بنتابع منها كل أخبار الرياضات التانية بعيدا عن كرة القدم مع الزميل العزيز خالد العوضي. كابتن أحمد بلال نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، مساء الخير وسعداء بوجودك معنا النهاردة. مساء الخير يا أبو حميد، وأنا طبعا سعيد بوجودي معاك دايما وبأشرف أن أنا موجود معاكم هنا في قناة النادي الأهلي. بداية كابتن بلال، هنتكلم عن المحاور أو العناوين الرئيسية لمشاركة الكابتن الخطيب وحديثه الموجه للرأي العام ولجماهير الأهلي ومشاهدي القناة من خلال المداخلة الهاتفية اللي أجراها بالأمس مع زميلي العزيز سيد عبد الحفيظ. كابتن الخطيب قال أنه قلق على الرغم من نتيجة الذهاب، أنه كان قلق بالفعل في الوقت اللي بين المباراتين، وكان في بعض الفرحة داخليا عقب المواجهة الذهاب والفوز بنتيجة 3-1، لكن أيضا قال أنه شعر بأن الجميع عاشوا الفرحة بشكل مبالغ فيه قبل حدوثها، وضرب مثال بأن الفريق سنة 82 لم يحتفل أيا كانت نتيجة المباراة الأولى إلا بعد مباراة أو مواجهة العودة في كوماسي. تعليقك إيه على الكلام؟ شوف، الإيجابية رقم واحد بالنسبة لي، كلام يمكن نسرد الموضوع ده بشكل إيجابي، يعني الإيجابية رقم واحد أنه يطلع رئيس النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب في هذا التوقيت يعني ويدي ويبعت رسالة لكل جمهور النادي الأهلي. دي بالنسبة لي هي الإيجابية رقم واحد في الموضوع كله. انك شايف ان الجمهور عنده مستثار، شايف الجمهور غضبان، شايف الجمهور قلقان على فريق النادي الاهلي، ويطلع رئيس النادي الاهلي بقامه الكابتن محمود الخطيب، وكل طبعا الناس عارفه احسن لعيب في افريقيا، عضو مجلس اداره، نائب رئيس مجلس اداره، من الصندوق، ثم رئيس النادي الاهلي بكل ما لديه من امكانيات تمام وخبرات ومعرفه عن كره القدم، ويطلع يحدث الناس عن المشاكل الموجوده داخل النادي الاهلي. فده الايجابيه رقم واحد بالنسبه لنا شخصيا. يعني انا شايف ان الكلام ده ادى مردود ايجابي عند الجمهور، يعني مش عارف، ده كان امر مطلوب طبعا جدا، طبعا مطلوب وفي توقيته الحقيقه. يعني عارف لما يجي الكلام ده بعد النهائي مباشره والناس غضبانه وقلقانه ومتخوفه ومش عارفه، خد بالك انت بعد الخسائر انت بتكتشف السلبيات. يعني ممكن بعد كل المكسب حتى لو عندك سلبيات ما بتقدرش تكتشف او ما بتحطش ايدك عليها، ممكن تحط ايدك عليها واحده واحده، لكن دايما بعد الخسائر بعد الهزيمه دايما بتكتشف كل السلبيات اللي موجوده عندك وبتبتدي تفنطها واحده واحده ورا واحده. النهارده حديث كابتن الخطيب لجمهور النادي الاهلي انه غضبان، انه قلقان على فريق الكوره، ان هيحصل فيه تعديلات وتطوير في قطاع كره القدم في النادي الاهلي، انه شايف ان فريق كره القدم وده الاهم انه محتاج بناء وبناء قوي الفتره اللي جايه. طبيعي جدا في كل الانديه في العالم يا ابو حميد انك بيحصل فيها عمليه احلال وتجديد، عمليه تطوير للفرقه نفسها. ففي عندك اجيال بتستمر 4-5-6 سنوات، ثم بعد كده في فتره من الفترات تبقى الفتره الداون فيها اللي بتنزل فيها او اللي مستواك بيقل، نظرا بقى ان انت ما جددتش كتير، نظرا ان اللعيبه مثلا كان سنها كلها متقارب، فانت محتاج تدعيم او محتاج تجديد في الفريق. فالنهارده عشان يطلع كابتن الخطيب في ظل هذه الاجواء ويتكلم عن التعديل وعن التطوير وعن التغيير وعن التجديد وعن المرحله القادمه، فده شيء يعني بيرفكت، يعني ده في مكانه في توقيته في توقيته الصحيح. اتكلم كابتن الخطيب عن التعديل قطاع الكوره او عن الاضافات او عن بناء الفريق او عن الصفقات اللي المفترض تجيبها. لما كان الخطيب يتكلم عن الصفقات ده معناه ان هو عنده عين بيتكلم برؤيه فنيه. وخد بالك انا الكلام ده انا قلته يمكن حوالي من سنتين، قلت في الانديه الكبيره اللي ما عندهاش تعاقد مع مديرين فنيين لسنوات طويله
من المفترض مش المدير الفني هو اللي بيختار اللعيب، ده وجهه نظر انا الشخصيه، يعني وجهه نظر احمد بلال مش وجهه نظر حد تاني. ان انا بقول ايه، مين اللي بيختار من وجهه نظر مين المفروض يختار؟ مين اللي المفروض يختار للانديه الكبيره في حاله عدم التعاقد مع مدير فني لمده سنوات طويله؟ انا النهارده لو عندي بلان ان انا مثلا عندي مثلا جوارديولا ولا عندي مورينيو وبتعاقد معاه 3 4 سنوات، فبالتالي هو هيبقى عنده استراتيجي بيحطها. ده اللي بتعتبره ان هو في حالات بيبقى بيقوم بمهمتين، انه بيدير امور الفريق الاول وبيخطط للكره، بيخطط للكره في على مستوى، لانه خلاص هو عنده فتره تعاقد طويل. انما النهارده المديرين الفنيين اللي بيشغلوا يعني منصب المدير الفني لمده سنه او سنتين او بيجي لمرحله محدده، انا بشوف ان لجنه الكوره والمسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي او كل الانديه الكبيره هم المفروض اللي يقوموا بعمليه الاحلال والتجديد والتعاقدات مع الفرق. لان خلاص خد بالك في نقطه مهمه جدا، النهارده مثلا كابتن حسام بدري كان عنده قناعات بلعيبه محدده، مش كابتن حسام بدري، جه مستر كارترون عنده قناعات بلعيبه مختلفه تماما، مش الكلام ده بيأثر بالسلب على ثبات واستقرار النهارده لما يبقى عندي مثلا لجنه كوره فيها كابتن خطيب مثلا، فيها كابتن زيزو، فيها كابتن علاء ابصادي، فيها يعني اي من الاسماء الموجوده كلهم وكلهم نجوم وكلهم سوبر ستارز كانوا موجودين في النادي الاهلي، يقدروا يحددوا امكانيات واحتياجات النادي الاهلي كفريق. لا واسماء ثانيه كمان يعني من اجيال اصغر سنا يعني واصحاب خبرات زي نجم حسام غالي، يعني مجموعه كبيره، في عندك لجنه فنيه، في عندك مدير تعاقدات. لكن انا بتكلم انك انت هم دول التوب اللي موجودين في كلامك. هل يعني انك بتشوف ان المجموعه الكوادر الموجوده في لجنة الكرة في النادي الأهلي رؤيتها الفنية هتكون أقدر وأشمل من رؤية أي مدير فني هتولى الفريق على اختيار الكوادر بكل تأكيد لسنوات لأسباب محددة؟ احنا مختلفين عن اوروبا في بعض حاجات كتيره جدا. رقم واحد، المدير الفني بتاع اوروبا هو شايف الليجز اللي موجوده في العالم كلها، فبالتالي حته الاختيارات بالنسبه له متاحه وارده وسهله وبسيطه. تمام، انت النهارده في النادي الاهلي انت المدير الاجنبي اللي بتجيبه في النادي الاهلي هو مش ما عندوش درايه بالدوري المصري، ما عندوش درايه مين ممكن يشغل المكان ده، مين ممكن نجيبه في الحته دي، مين ممكن شخصيته مش بس امكانياته الفنيه. القرارات اللي بتتبني او الاختيارات اللي بتتبني على متابعتك للدوري لسنوات عشان تختار اللعيب المناسب، عشان تقدر تختار اللعيب. خد بالك انت، انا كنادي اهلي النهارده عشان اتعاقد مع لعيب المفترض ان انا بشوفه او بحطه تحت الاختبار لمده سنه مش اقل من سنه. يعني ما ينفعش مثلا واحد لعب له ماتشين 3-4 ونبدا نقول ده يا جماعه يستحق يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده شخصيه، لازم لعيب النادي الاهلي يكون عنده كاريزما، لازم لعيب النادي الاهلي يكون عنده مقومات مختلفه، مقومات للشخصيه بتاعته الاول، دي اهم حاجه، الاداء الفني بتاعه، الثبات الانفعالي، حاجات كتيره جدا لازم يتم الاختيار بناء عليها. يعني متفق مع اللي قاله الكابتن الخطيب، هو من المحاور كمان اللي تطرق اليها، انه قال من يعمل في النادي الاهلي او يرتدي قميص الفريق الاول في النادي الاهلي لابد ان يتمتع بشخصيه البطل. وهنا بنقول شخصيه البطل وانه يكون عنده حد ادنى من المقومات ما يقلش عنه كلاعب، مقومات ترضي او تناسب طموحات النادي الاهلي. طب تناسب طموحات النادي الاهلي وتناسب امكانيات النادي الاهلي. امكانيات، خد بالك ان عشان كده بقول لك ايه، لازم يبقى عنده شخصيه النادي الاهلي، السبيريت اللي موجوده، الروح العاليه جدا، التوازن النفسي اللي موجود. انا النهارده بقى النادي الاهلي بيلعب نهائيات كتيره جدا، بيلعب ماتشات عصيبه جدا، فالنهارده لو ما عنديش لعيب عنده توازن، تمام، توازن وما عندوش الحته النفسيه عنده عاليه جدا وفيها ثبات، عنده ثبات انفعالي، بالاضافه طبعا للمهارات والفنيات والاخلاق والالتزام، لان هي دي شخصيتنا. لما نتكلم محمد عن شخصيه النادي الاهلي، الكلام اللي قاله كابتن الخطيب، يعني المسج اللي بيقولها كابتن الخطيب فيها يعني فيها حاجات تحليليه كتيره جدا. لما يقول انا محتاج لعيبه تناسب النادي الاهلي، ده معناه ان انت رقم واحد بتتكلم عن لعيب عنده شخصيه، لعيب عنده امكانيات، لعيب عنده خلق، لعيب عنده التزام. هي دي شخصيه النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هي دي العناوين اللي بنحطها عشان نقدر نتعاقد مع لعيب يمثل النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. اصل ده في تناقض بين نقطتين موجودين الحديث عنهم في الشارع الكروي او الشارع الاهلاوي تحديدا، فكره الاهلي بمن حضر وان اللاعب اللي بيجي بيدخل في دوران العجله القويه للنادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك فيها، فبياخد التركيبه والشخصيه والسمات. وفي راي تاني بيقول لا، لابد ان اللعيب ده يكون مؤهل من الاساس وعنده المقاومات الفنيه، والا مهما اجتهد هو لو امكانياته سقفها اقل من طموحات النادي الاهلي مش هيحقق المطلوب منه. كلامك مظبوط 100%. انت النهارده مثلا هروح اجيب اي لعيب وبعدين اقول له هتديله شخصيه النادي الاهلي، ماشي، الالتزام والتدريب اديت له نص، اديت له 50%. طب ال 50% التانيين لو مش متوفر عنده بالظبط، خلاص ما هي ايكوال الموضوع، ماشي، لازم يكون 50% 50% شخصيه وامكانيات. لو واحده فيهم قلت خلاص ما اصبحش لعيب للنادي الاهلي. وفي امثله كتيره جت النادي الاهلي وما وفقتش، لا يا اما فنيا كانت اقل من المستوى اللي بيلعب عليه النادي الاهلي، يا اما شخصيه يعني الشخصيه اللي احنا اتكلمنا عليها، الالتزام والاخلاق والانضباط والروح العاليه القتاليه والحاجات الثانيه الكتيره جدا ما كانتش متواجده، فبالتالي ما كانش ضمن النادي الاهلي. ما انت وفي وقت من الاوقات بتختار لعيب بتجيبه على اساس ان اللعيب ده انت شايف فيه رؤيه محدده، ما بتفشل الرؤيه دي،
مش ما تبقاش موجود. هل تحليلك للتصريح ده من كابتن الخطيب معناه انك بتتوقع ولا لا ان في تغيير جذري تغيير كبير في الفريق على مدى الاشهر القادمه في فترات الانتقالات او في كل فرص التعاقد مع صفقات جديده وعلى مستوى الكوادر والهيكله في قطاع الكره بشكل عام؟ شوف كابتن الخطيب اتكلم على حاجه مهمه جدا الا وهي التعديل السريع في يناير القادم. هو اتكلم على حته التعديل والتغيير السريع في يناير القادم. تمام، لان كان كل الناس منتظره التصريح ده من كابتن الخطيب. كل الناس كانت منتظره ان كابتن الخطيب يطلع ويتكلم، لان خلاص خد بالك انت بتتكلم على الرمز اللي الناس كلها بتلتف حواليه، والرمز اللي موجود عندك ده هو ده راجل اكتر واحد تقريبا موجود في مصر دلوقتي عنده تالنت، يعني بيفهم في الكوره بشكل كبير جدا. تمام، محدش يعني بعد كلام كابتن الخطيب اكيد مفيش كلام تاني، يعني مش حد يقدر يقول كلام تاني يعني. فكون النهارده يطلع ويدي المسج دي ويقول ان في يناير في تعديل جذري، يبقى هو شايف ان في ديفو موجود في الفرقه، هو حاسس وشايف الكلام ده. رؤيتك وخد بالك ده على المستوى الشخصي في الفتره اللي فاتت، انا قلت الكلام ده على فكره، انا قلت الكلام ده على فكره يا جماعه، قلت النادي الاهلي محتاج بعض التغييرات وبعض التعديلات في الفريق الاول لكره القدم. فالنهارده انت النادي النهارده احنا زعلانين، خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، احنا مش زعلانين عشان الاهلي بس خسر، انت خد بالك احنا زعلانين عشان خسر بطوله، انما الاهلي وصل للفاينل، فكون ان انت توصل للفاينل في وسط عمالقه افريقيا ده خد بالك ده نتيجه ايجابيه كبيره جدا طبعاً. يعني خد بالك، بس احنا الزعل بتاعنا ان احنا تعودنا لما نوصل للفاينل يبقى هو المكسب بتاعنا، هو ده الزعل بتاعنا، لكن كون ان انت وصلت للفاينل ده شخصيه النادي الاهلي وده طبيعه النادي الاهلي وده قيمه النادي الاهلي، انك انت دايما بتلعب انك تروح للمباراه النهائيه، وده وضع طبيعي. في نقطه ثانيه بلال عايز اعرف رايك فيها كمان بخبراتك كنجم من نجوم الكوره في مصر وفي النادي الاهلي، انه كمان في ناس ذواقه في كره القدم، في جمهور بقى فعلا عنده فهم كبير للكوره، بيرضيه لو النادي الاهلي قدم المستوى المطلوب وما كانش موفق، صح كان داي اوف حصل حاجه، لكن الناس شايفه انه حتى ما قدناش الاداء هناك في رادس اللي فيه الحد الادنى مما يرضي المسؤولين ولجنه الكوره وجمهور النادي الاهلي. طبيعي، بص احنا السنه اللي فاتت اتغلبنا في الفاينل وكانت الناس مبسوطه وما كانش لعبنا ماتش كوره، يعني لعبنا ماتش كوره وصلنا للمرمى كان لينا ركله جزاء، الجيم كان هيد تو هيد بالنسبه احنا والوداد المغربي. تمام، فالناس يعني كانت زعلانه ان احنا ما خدناش البطوله، ولكن ما كانش في اي لوم على اللعيبه، ما كانش في اي لوم على الفريق، خلاص شافت ان الفريق قدم عليه، اتظلم في بعض القرارات من الحكم، ولكن انت وصلت للفاينل فعملت اللي عليك، ده الستيب الاولى اللي الناس محتاجاها كلها، ناس محتاجه دايما تبص على النادي الاهلي في الفاينل، لكن ان الفريق اساسا قدم مستوى يسمح له بالفوز بالظبط، حتى لو ما وفقش. ما خد بالك انت ده ما حصلش في الماتش، انت مش هتاخد كل البطولات، مفيش نادي في العالم بياخد كل البطولات، لكن لما نيجي نقيسها بالمنطقيه بتاعه كره القدم، ريال مدريد لما بيوصل فاينل ما بتغلبش، في بعض الاوقات ممكن يتغلب. انت كنادي اهلي بتقيس نفسك بالحته دي خلاص، لان انت خلاص انت بتعتبر نفسك انت النادي رقم واحد، مش انت بتعتبر انت النادي رقم واحد فعلا في افريقيا، فالنهارده لما توصل للفاينل سنه ممكن تتغلب، لكن السنه الثانيه ما ينفعش تتغلب، يعني هو ده النادي الاهلي ودي طبيعه النادي الاهلي وهو دي ودي امكانيات النادي الاهلي، خد بالك ما ينفعش اوصل اثنين فاينل واتغلب، انت يعني الليفل بتاع النادي الاهلي مستوى النادي الاهلي ما ينفعش يبقى في الحته دي ان انا بوصل بس لطموح ان انا اوصل فاينل. عشان كده خد بالك الثوره اللي موجوده في الشارع المصري، الغضب اللي موجود عليه كابتن الخطيب، التصريحات اللي قالها، هو عنده رؤيه ان النادي الاهلي ما ينفعش بس انك توصل لفاينل، يعني في ناس لو وصلت فاينل هتعيش عليه سنين كتير. عشان كده هو كمان يعني اضاف نقطه ثانيه انه متقبلين المسؤولين في النادي، هو شخصيا كابتن الخطيب متقبل ومقدر لغضب وحزن الجماهير جماهير الفريق بعد النتيجه الصعبه امام الترجي، واعتقد ان العباره دي ضمنيا بتشير الى الاداء كمان ومستوى الاداء في المباراه الثانيه. طبيعي، بص هو النهارده كون انك انت الكابتن الخطيب يصارح ويقول ان في تدعيمات في يناير، ده معناه ان الاداء مش غير مقنع بالظبط، خلاص هو المسج واضحه وصريحه، يعني النهارده انت عايز تدعيمات في يناير، بتتكلم على خمس ست صفقات، انت محتاج فيرويد تاني، محتاج لعيب بلاي ميكر موجود، محتاج حد في الميد فيلدر يعني يلعب ميد فيلدر، محتاج حد في يلعب سنتر باكس، تاخد بالك، فانت محتاج في مراكز كتيره داخل الملعب. فبالتالي التدعيمات اللي اتكلم عليها كابتن الخطيب او التصريحات اللي قالها عليها كابتن الخطيب، ده معناه ان هو شايف خلل في الحته دي في المناطق اللي موجوده في الملعب، في خلل. هو ما قالش الكابتن خد بالك، وقال تدعيمات ده معناه انت عندك يعني جمله وتفصيلا كده في بعض المراكز محتاجه قصور، محتاج تعديل بالظبط، محتاج قصور. ممكن يكون اللعيبه اللي عندك لعيبه جيده، ولكن انت كنادي اهلي المفترض ان انت اللعيبه اللي موجوده عندك كلهم تبقى على نفس الليفل، ما يبقاش في الفروقات الكبيره. فاكر تجربتكم لما كنتوا بتحققوا نتائج مميزه جدا سواء محليا او دوليا يا كابتن بلال، كان بيبقى في الملعب ذخيره نجوم شكلها ايه؟ اللعيبه اللي هي اصحاب المهارات الخاصه، يعني بقى عندنا في خط الهجوم بس في مباراه واحده أنا احمد بلال، خالد بيبو، محمد فاروق، المجموعه والبدلاء على نفس المستوى. احنا في وقت من الاوقات
كنا مستر مانويل جوزيه كان بيلعب ايه؟ كنت انا بلعب فيرود وعماد متعب فيرود وفلافي فيرود، الثلاثه بنلعب يعني. وبره قاعد مين بقى؟ مثلا اسامه حسني قاعد بره، بس او العكس مثلا، او اسامه بيلعب ليه لعيبه عندها امكانيات يعني، عايز نفس الامكانيات على نفس المستوى يعني. الفروقات مش كبيره يعني، احتياجات المباراه هي اللي بتخلي المدير الفني يشرك ده وما يشركش ده، يلعب ده وما يلعبش ده. فانا بكلمك بص في اسماء عامله ازاي، اسماء كبيره جدا يعني، خالد بيبو، رضا شحات، احمد بلال، وليد صلاح الدين يعني، سيد عبد الحفيظ، سيد مجموعه في الملعب كلها مميزه، سيد عبد الحفيظ وهشام حنفي وهادي خشبة يعني، واسماء ده اللي بيعمل الفرق كبيره جدا. ان لو في لعيب فقدناه لفتره، افتقدنا وجوده او جهده في الملعب للاصابه او للايقاف او حتى لامور تعاقديه او لاعاره، بيبقى البديل اللي داخل مكانه قريب جدا بنسبه 90% من المستوى. وده كان دي كانت الحاله اللي كان ماشي عليها النادي الاهلي فترات كبيره جدا يعني. بس خد بالك في نقطه مهمه جدا لازم برضو عشان الناس تبقى فاهمه، انت اصبحت مصر خاليه من المواهب في الوقت الحالي. انت برضو عشان تختار، عشان برضو الناس يعني نحط الناس في في في, في الوضع الصحيح، انت النهارده عشان تختار حد من الدوري العام المصري هيبقى عندك حيره شديده جدا. المواهب قلت بشكل كبير جدا. انت عندك استعداد انك تدفع، عندك استعداد انك تشتري، خلاص مؤهل انت تشتري، ولكن انت برضو لما تيجي تدور على القماشه اللي موجوده في مصر يعني بلغه الكوره كده يعني، او بالبلدي المثل البلدي، عد غنمك يا جحا، انت ما عندكش حد. انا بتكلم في انا يعني شغال يعني، شايف ان المميز قليل جدا في الدوري المصري جدا. المميز قليل جدا، مش قماشه النادي الاهلي يعني. في مصر هنا المميزين ممكن لو هنتكلم على مستوى مثلا السنتر باكس هتلاقي المميزين مثلا واحد او اثنين بكتير جدا. يعني هنتكلم على حته البلاي ميكر هتلاقي برضو المميزين مثلا ممكن يبقوا لعيب واحد في الدوري، ممكن يبقى لعيب واحد في الدوري العام المصري. انا بتكلم عنده مهاره السنتر فيرود، هتلاقي برضو المميزين مثلا لعيب او اثنين بالكثير جدا في الدوري المصري. وبالتالي الحل في ايه؟ وبالتالي الحل انت عندك حلين، يا اما انت بتجيب من عندك من قطاع الناشئين وبتشتغل على الحته دي بشكل جيد جدا، زي ما قال برضو تصريح كابتن الخطيب ان هو هيعيد هيكله القطاعات تمام بشكل جيد جدا، بحيث ان انت القطاعات اللي موجوده عندك تبتدي تفرز لك لعيبه على مستوى عالي. زي ما كنا يعني، انا افكرك معلش انا اسف افكرك النادي الاهلي يعني في وقت من الاوقات، سيد عبد الحفيظ، هادي خشب، احمد بلال، ابراهيم سعيد، هشام حنفي، كل ده طالع من فرق. امير عبد الحميد كان مشير حنفي كان موجود يعني، مش عايز انسى حد بس يعني، بس كان كم من اللعيبه اللي موجوده من قطاعات الناشئين اللي اتعودوا على حته البطولات دي كانت بتطلع من تحت. فده برضو من ضمن تصريحات كابتن خطيب انه فعلا حته ان انا هشتغل على القطاعات دي، ده معناه ان انا عايز النادي الاهلي ينتج لعيبه برضو عندها، لان كنتوا بتطلعوا للدرجه الاولى نجوم بعد اربع خمس اسابيع من مشاركتكم من فريق 20 سنه وانتقالكم للفيرست تيم، كنا بنلاقي خلاص نجم في الملعب. بالظبط، بان ان اللعيب ده بقى انت مؤثر وحاجز مكانه. انا هفكرك يعني هقول لك برده شخصيه النادي اللي تتمثل فيه. احنا كنا بنلعب تحت 18 سنه قبل ما اطلع الدرجه الاولى مع كابتن مختار كان هو مدير الفني. وخد بالك من الاسماء اللي انا بقولها يعني، كابتن مختار كان مدير فني بتاع الناشئين 18 سنه. فكسبنا ماتش 7-1 كنا بنلعب في التتش، كسبنا ماتش 7-1 لكابتن مختار بعد المباراه، خصم لكل لعيب المكافاه المباراه، كسبانين 7-1. ليه؟ قال لك مفيش روح، مفيش اداء جماعي. انا بديك شخصيه كان خلاص الماتش بقى يعني، انت بتلعبوا بشكل فردي، انا بديك شخصيه النادي الاهلي. انت ازاي بتحافظ على النظام والالتزام بتاعك داخل الملعب حتى لو كنت كسبان 7 يعني 7-1 دي في انديه ثانيه يديك ترابل مكافاه يعني، فاهم؟ لكن انت في النادي الاهلي عندك حاجات افكار ثانيه وتبص لاشياء ثانيه مختلفه خالص عن بقيه الفريق. هو شاف انه بيعاقبكم على انه شاف المباراه سهله وانتم متفوقين، فبدا كل لاعب يشتغل لوحده بقى. انت بتشتغل فردي، لا في شغل جماعي، يبقى انت النهارده خلاص انت مخصوم منك قد كذا كذا كذا. هو ده، هي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده بقول لك اللعيب في النادي الاهلي لما بيطلع، الناشئ في النادي الاهلي لما بيطلع خلاص هو متعود على فكر محدد، متعود على شخصيه محدده. ليه احنا جمهور الاهلي، ليه الكيان ده الجمهور شايف ان عنده مشكله انه محروم من الشكل اللي شفناه في سنوات سابقه، انه فعلا بيولد نجم كل فتره. كنا بنشوف هشام حنفي انطلاقته نجم مع الفريق الاول، انطلاقه بلال، انطلاقه سيد عبد الحفيظ، انطلاقه حسام غالي، ابراهيم سعيد مع اول ظهور له اللي بقى بيعتمد عليه كليبرو احيانا وهاف ديفندر احيانا واحيانا في مهام هجوميه وهو 20 سنه. فامتى نشوف الكوادر دي بتطلع واحنا بنقول ان دايما الاهلي قادر يطلع كوادر جديده؟ طبعا الكوادر دي تبقى موجوده زي برضو انا هرجع برضو للتصريح برضو بتاع الكابتن، لكن انت لما يبقى عندك هيكله جيده، عندك مدربين تحت بيأدوا بشكل كويس جدا، عندك اهتمام بقطاع الناشئين، اعتقد هتطلع نجوم اكبر من كده. يعني انت برضو احنا بقى لنا تقريبا 4-5 سنين ما بنطلعش نجوم من تحت. انت افرض شوف لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده من قطاعات الناشئين، هتلاقي النهارده اللي موجود بس على الساحه ممكن يكون احمد ياسر، هو الوحيد اللي موجود دلوقتي وبياخد فرصه يعني
في بعض لسه على فترات بعيد. بالظبط على فترات، لكن انت بقالك اربع سنين ما بتطلعش حد، بقالك اربع سنين ما بتستخدمش القطاع عندك، كون ان انت تشتري ده بس تعتمد فقط على سياسه الشراء دي اعتقد ان هي سياسه سلبيه. لازم يبقى عندك، لازم يبقى الامور منتصفه عندك، يبقى عندك من قطاع الناشئين لعيبه بتطلعها يبقوا سوبر ستار وده بتشتغل عليهم بشكل كويس جدا وبتاهلهم تاهيل نفسي وتاهيل بدني، وبتشتغل على اللعيب اللي انت بتشتريه من بره اي فرقه في العالم بتلعب على بطولات لازم عندها الحتتين دول، بطلع من تحت لعيب او اثنين كل موسم وبشتري من بره 3 4 لعيبه عشان يبقى عندي البالانس في الحته دي. انما كون ان انا اشتري من بره بس في وقت من الاوقات خلاص، طب ما انت قفلت القائمه باربع لعيبه خلاص، نفترض ان انت ما عندكش لعيب، مش قادر، ما عندكش القدره والامكانيات انت تشتري، خلاص يبقى انت هتضطر انك تشتري. ده غير ان صناعه النجم في النادي الاهلي هيبقى لها عائد اكيد في اتجاه من اثنين، يا اما تسويقيا بنشوف ده النهارده اسعار لاعب عنده 20 سنه مميزه من اكبر الصفقات اللي تمت في تاريخ الدوري المصري، النادي الاهلي احتاج فنيا انه يشتري اللاعب ده، او ان اللاعب ده يفيد النادي لسنوات وبعدين تتم عمليه تسويق. بص في كل الحالات الاهلي كسبان. بص يا ابو حميد، من ضمن برضه اعدادات الهيكله ان انت يبقى عندك نظام تشتغل بيه في قطاعات الناشئين، بمعنى انا ممكن يبقى عندي 10 لعيبه في قطاع الناشئين كلهم سوبر ستارز، بس انا مش محتاج بعض اللعيبه، ممكن في بعض الاوقات ان انا عندي استثمار في بعض اللعيبه، يعني انا النهارده عندي 2 3 هم دول التارجت بتاعي فيهم، ان انا دول هساوهم خارج مصر، عندي 2 3 تانيين دول هلعبوا في الدوري الممتاز، عندي 2 3 تانيين هعيرهم يلعبوا بره ويرجعوا لي تاني مع خبره زياده، مع احتكاك زياده، مع قوه زياده، يبقى اصبح عندي 10 لعيبه ممكن كل سنه لو انا بخرج 2 3 بره عندي استثمار 5 6 مليون دولار، لو انا النهارده بلعب 2 3 موجودين عندي يبقى انا بكون فريق مختلف، لو انا عندي بخرج 2 3 اعارات يبقى انا عندي اصبح عندي بدائل مختلفه. النهارده لازم يكون في قطاع الناشئين بتاعك انت بتعرف تشتغل على الشغل الاستثماري، ده رقم واحد، الشغل ان انت تبني للفريق الاول، رقم اثنين الشغل ان انت تعمل يعني عدد من البدلاء الجيدين، ما انت مش كل اللعيبه هتبقى اساسيه بالنسبه لك، يعني انا مش كل اللعيبه عندي في قطاع الناشئين هتطلع هيبقى لعيب اساسي هيبقى سوبر ستار، ممكن يبقى في واحد مكانه ما يقدرش يلعب عليه، ودي طبيعه في كره القدم. انت ممكن واحد تاهله ان انا بعد سنتين عايز من مثلا من رمضان صبحي يجيب لي بعد سنتين 5 6 مليون دولار، وعايز من تريزيجيه 5 6 مليون دولار، وعايز من واحد او اثنين تانيين ان دول هم اللي يمثلوا النادي الاهلي الموسم اللي جاي، انت لازم تشتغل بالحته دي، هي دي ده الفكر المتطور، يعني ان انا ازاي استفيد من كل اللعيبه اللي موجوده عندي في قطاع الناشئين، مش بس اللعيبه دي يعني لمجرد ان هي ما ادتش او ما لهاش مكان خلاص يبقى انتهى الموضوع. طيب هل السنوات اللي فاتت اثرت فنيا على النادي الاهلي؟ لانه الكابتن الخطيب مع بدايه توليه المهمه هو مجلس الاداره الحالي قال اكتر من مره في لقاءات جماهيريه مع الاعضاء ومع الاعلام الرياضي، يا جماعه نمره واحد واثنين وثلاثه في الاهلي فني، وبعد كده تيجي الابعاد الاستثماريه والتسويقيه والماليه وهي مهمه. هل تفريغ النادي على سبيل الاعاره او البيع بشكل نهائي او الاستثمار لنجوم كانوا بداوا يدوا ثقه مره ثانيه لكوكبه النجوم الموجوده في الاهلي ويخلوا شكل الفريق افضل، ايفونا، رمضان صبحي، الناس قالت يا جماعه الجمهور او الشارع الاهلاوي رايه ان خرجت نجوم بشكل متتالي من الاهلي نزلت من اسهم الفريق فنيا كتير قوي، ودي حسابات المفروض في الاهلي ليها بعد فني بيسبق البعد المالي وده ما حصلش في السنين اللي فاتت. شوف انا اقول لك على حاجه مهمه، يعني متفق ولا مختلف معاك؟ لا متفق طبعا تماما في الحته دي، في بعض الانديه تبقى بتشتغل شغل استثماري تمام، وبعض الانديه بتشتغل شغل على البطولات. النادي الاهلي من الانديه اللي بتشتغل على حته البطوله، انا عايز بطوله، ده معناه ان انا عندي كاتيجوريز معينه من اللعيبه لازم تبقى موجوده عندي الناحيه دي. يعني انت في وقت من الاوقات انت استغنيت عن 3 4 لعيبه كانوا بالنسبه لك عمود رئيسي في النادي الاهلي، استغنيت عن حجازي، استغنيت عن صبحي، استغنيت عن تريزيجيه، واستغنيت عن ايفون. دول اربع لعيبه من اللعيبه المميزه وانت بتلعب على الطوله، والكلام ده استغنيت عنهم قبل فاينل افريقيا اللي هو اللي قبل الموسم اللي قبل الماضي، يعني انت بتلعب في دور الثمانيه عشان كده احنا خرجنا من دور الثمانيه. هل شايف انه كان المفروض يستمروا حتى مع الاضافات اللي حصلت في التعاقدات المهمه زي معلول وزي ازارو وزي اجاي؟ طبعا يستمر الى ان يوجد البديل الامثل او يوجد البديل اللي على نفس المواصفات ونفس الكفاءات. ما ينفعش انا بمشي وما عنديش حد، انا النهارده بلعب على بطوله، انا النهارده ما بلعبش ان انا عايز اجيب فلوس كتير، النادي الاهلي قادر باسمه ان هو يجيب مليارات زي ما حصل النهارده، النادي الاهلي يعني في اربع سنين بياخد مليار ولا مليار جنيه، خلاص هو مش محتاج ان هو يبيع لعيبه عشان يجيب فلوس، هو عنده استثمارات تانية من حته تانية، لكن هو محتاج انه يبقى عنده لعيبه تقدر ان هو تجيب له بطولات، تقدر ان هو تمشيه على التراك الصح، التراك الفني زي ما قال كابتن الخطيب، ان انا بشتغل شغل فني مش شغل بس اداري مش شغل تسويقي. في بعض الاوقات انك عايز تشتغل تسويقيا وده وضع طبيعي عشان تجاري السوق، لان انت النهارده زمان كنت بتشتري لعيب ب 2 و3 مليون جنيه، النهارده اللعيب ب 20 و30 و40 و50، فانت برضه مهما جبت من مليارات مش هتقدر توازن، الانفاق عالي جدا. طبعا فانت النهارده ممكن تصنع بعض اللعيبه انك تبيع وتجيب 2 3 افضل منهم. يعني جدا. الرؤيه هل معناها رؤيتك يا كابتن بلال انه ما اشار له الكابتن الخطيب ورؤيته ورؤيه مجلس اداره
في الفترة الجاية، هل ستقتصر على إعادة هيكلة وبناء الفريق الأول بس، ولا الكلام وكلامك كمان مش بس تصريحات كابتن الخطيب معناه إنه هيبقى فيه تركيز كبير جدا على إعادة النظر في الفرق 16 و 18 و 20؟ بص أنا شفت تصريح لكابتن الخطيب برضو ان هو هيبقى فيه اجتماع مع كابتن عادل عبد الرحمن او حاجه زي كده عشان يقدر يبقى فيه حكم على العناصر اللي موجوده في مواليد 97 تقريبا، وان هل ممكن من فريق 97 هل في عناصر ممكن يتم تدعمها للفريق الاول. وطبعا هي دي السياسه، ايه الفجوه اللي حاصله اللي بتخلينا ما نستفدش بالعمار؟ هي دي السياسه السريعه، انك انت تشتغل من تحت وفوق في نفس التوقيت، مش بس عايز تشتري، انت عايز تشتري وعايز تطلع في نفس التوقيت، فبالتالي انت عايز تغيير سريع، تغيير شامل. بتشتغل على فرقه 18 سنه، بتشتغل على فرقه 20 سنه، وبتشتغل في نفس التوقيت على اللعيبه اللي تقدر تجيبهم من بره، لان زي ما اتفقنا محمود قلنا المواهب في مصر قليله جدا. فانت بالتالي عندك نقطتين مهمين جدا، ان انت تشتري من بره مصر خالص، او ان انت تعتمد على قطاعات الناشئين اللي موجودين عندك اللي يخرجوا من عندك من فرقه 18 و 20 سنه. فالنهارده كون الكابتن الخطيب يطلع تصريح ان هو عايز يشوف او عايز يقعد مع كابتن عبد الرحمن او كابتن فتحي مبروك ويشوف الامور الفنيه هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه ل 18 و20 سنه، ده معناه ان في سياسه تغيير حتى كمان في قطاع الناشئين، او سياسه مش عايز اقول تغيير، في سياسه تطوير في قطاع الناشئين، في الاعتماد على قطاع الناشئين في الفتره اللي جايه، لان خد بالك انت عشان تواكب العصر اللي احنا موجودين فيه بكل الغلاء وكل الارقام القياسيه او الارقام الكبيره اللي بتحصل المبالغ فيها في اللعيبه دي، لازم تعتمد على حاجتين، انك تشيل من بره وفي نفس الوقت انت بتجيب لعيبه من جوه. طيب بلال، بصراحه متفق ولا مختلف مع الاراء اللي بتقول يا جماعه ما تبالغوش في النقد، لان الفريق كان مفتقد 40% من قوته الضربه بغياب للايقاف او للاصابه ازارو احمد فتحي معلول اجاي، هل ده مقبول في الاهلي ولا شايف ان ده مش مقبول، حتى ان الفريق لو خسر اربع نجوم بهذا الثقل في الفريق انه يبقى شكل الفريق كده؟ مقبول وغير مقبول. مقبول في بعض الفرق وفي بعض الاوقات، وغير مقبول في مباراه النهائي. يعني انا في المباراه النهائيه وانت كسبان 3 هنا 1 في مصر، لازم يبقى في شخصيه للفريق حتى وان كنت الامكانيات الكبيره مفتقده. انا عندي شخصيه النادي الاهلي ما كانتش موجوده للاسف في الماتش النهائي. وخلينا نتكلم بصراحه عشان بص ما حد يعني ما نقولش كلام والناس بتقول ان احنا نقول ان احنا بنقول اي كلام عشان نرضي، يعني لا، شخصيه النادي الاهلي ما كانتش موجوده في المباراه النهائيه. الفنيات بتاعه النادي الاهلي في المباراه الاولى برده ما كانتش موجوده لحد كبير، ما كناش مبسوطين، احنا كسبنا 3-1 لكن الجمهور نفسه كان قلقان وكان قلق واضح جدا. لا بس على الاقل كلامك معناه ان في المباراه الاولى من وجهه نظرك كان في الروح القتاليه اعلى، الرغبه بالزبط. في الفوز يعني كان في شكل افضل كتير، يعني شخصيه النادي شخصيه الفريق يعني. لكن المباراه الثانيه او الشوط الثاني اللي كان موجود هناك افتقدنا شخصيه النادي، افتقدنا شخصيه البطل. انت مشكله النادي الاهلي في المباريات لما بتفتقد الشخصيه بتاعه النادي الاهلي كل حاجه كل للاسف كل حاجه بتضيع منك. فعشان كده بقول لك دايما ان احنا في بعض الاوقات مش بس النجوم هي اللي بتصنع الفارق، لا، الشخصيه بتاعتك اللي بتصنع الفارق. طيب هنعلق على باقي المحاور الرئيسيه اللي تطرق لها الكابتن الخطيب في كلمته بالامس. يعني طبعا الوقت ضيق جدا واحنا عندنا محاور بلاغه الاهميه هنحاول ننتقل بينها بمنتهى السرعه. ايضا تطرق الكابتن الخطيب او اشار الى عدم التفاعل السريع او الانفعال في المواقف الا بعد الدراسه والتاني والتحليل، وان دي شخصيه وطبيعه النادي الاهلي في ادارته الامور، وان النادي الاهلي على مدار تاريخه لا يدخل في مهاترات، عشان كده بيقول ان احنا دايما بنتانى في رؤيه اي مشكلة. طبعا هو بيتكلم على الموقف بتاع الاتحاد الافريقي والقرارات اللي خرجت ضد النادي الاهلي، وده شيء ودي قرارات مبالغ فيها جدا يعني، وفي اسفاف في القرارات دي، انا شايف على النادي الاهلي في تعنت وفي ظلم على النادي الاهلي. احنا شايفين من بعد المباراه اللي كانت موجوده هنا في القاهره شايفين كل الاتجاهات ضد النادي الاهلي بكل شيء، قرارات ضد النادي الاهلي، مخالفات ضد النادي الاهلي، ايقاف لوليد ازارو، تغريمه 20,000 دولار. انت كاتحاد افريقي توقف لعيب عندي، انا اقطع التيشيرت، انا كنادي الاهلي عاقبه ماديا، او انت كاتحاد كره اتحاد افريقي عاقبه ماديا، لكن انت تحرم لعيب. حتى محاولات الاساءه للنادي او لرموزه حاجات ما تستحقش تعليق، يعني الناس بتحاول كمان يعني كمان تتناقلها على المواقع بشكل بيقول ان في كراهيه شديده لنجاح النادي الاهلي. بص، البطل دايما الناس بتحاول تحاربه، وده وضع طبيعي في كل مكان في العالم ان البطل دايما الناس بتحاول تحاربه. كون النادي الاهلي وصل عايز يوصل للبطوله التاسعه، فده هيفرق كتير جدا عن كل الانديه، عن كل الانديه الافريقيه. فالنهارده في محاولات كتيره جدا كانت وضحت بعد المباراه الاولى ان انت عايز تقصي النادي الاهلي، وده الكلام اللي كمان الكابتن الخطيب قال، عشان اسمع رايك في اخر نقطتين في العناوين الرئيسيه لكلام الكابتن الخطيب بالامس. ان قال ان التحركات في ملف النهائي كانت سريه حرصا على الصالح العام والعلاقات بين البلدين والجمهور، وانه التصعيد في الحالات اللي زي دي بيزيد من الاحتقان وبيزيد من المشكلات اللي ممكن تحدث نتيجه لهذا التصعيد، وانه تم التواصل مع اجهزه الدوله المطالبه بتامين بعثه الاهلي في تونس والتنسيق مع المسؤولين في تونس في الاطار اللي يحافظ على كل ما يليق بالناديين وبعلاقات البلدين.
من افضل الكلام اللي اتقال طبعا الكلام ده، لان خد بالك انت في الاول وفي الاخر انت علاقات ما بين دولتين بتحب بعض. احنا علاقتنا بالترجي طول عمرها علاقه محترمه جدا، استقبلنا ليهم هنا واستقبلهم ليهم هناك. الشكل او الكلام اللي اتكلمه كابتن الخطيب ده يدل ان في فكر يعني على المستوى الإنساني بقى، وعلى مستوى حاجات تانية خلاص، بعيدا عن كرة القدم وبعيدا عن التعصب وبعيدا عن حاجات. هو طبعا الكلام ده خد بالك أفاد اللعيبة بشكل كبير جدا، لأن أنت ممكن قدر الله أي تصريحات تانية عشوائية كانت ممكن تدخلنا في مهاترات تانية، وكانت ممكن تدخلنا بشكل كبير تانية. أخيرا، التقارير الوافية عن كافة الملفات في قطاع الكرة، وده تكلمنا عنه، وأكد الكابتن الخطيب على أن التقارير اللي طلبها عقب هزيمة رادس كان هيطلبها في كل الحالات، بيؤكد أنه حتى في حالة الفوز بالبطولة كان واضح من وجهة نظر الكابتن الخطيب أن في قصور فني ظهر حتى في المباراة الأولى، حتى لو كنا فزنا بالمباراة، وأنه في كل الحالات في رؤية أنه لابد من إصلاح هذا القصور أيا كانت نتيجة البطولة اللي ما كانتش في صالحنا. طبعا دي رؤيه من لعيب كوره بقى، يعني دي رؤيه لعيب كوره، مش بس رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب، ده دي رؤيه لعيب كوره. هو شايف ان بطبيعه الحال انا كلاعب كوره كابتن الخطيب طبعا يعني شايف ان في قصور دخل، زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان مباراه النهائي برده كان الاداء الفني ما كانش عاجبنا بالقدر الكافي، ولكن الروح كانت موجوده. الاداء الفني برده في الشوط الثاني او المباراه الثانيه ما كانش عاجب الجمهور، ما كانش عاجب كابتن الخطيب، ما كانش عاجب ناس كثيره جدا. مستوى النادي الاهلي بقالنا يمكن اربع حتى من مباراه وفاق الصيف اللي قبليها اللي كانت بتتلعب هناك، الاداء الفني كان اقل بكثير جدا. فطبيعي جدا من حرص كابتن محمود الخطيب كلاعب كوره وكمشجع النادي الاهلي وكرئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو طبعا اكيد في عنده حته بؤره الاهتمام بالفريق الاول، لان خلاص انت بتتكلم في فرقه، بتتكلم في النادي الاهلي الاسم الكبير اللي المفترض دايما بيحافظ على بطولاته وبيحافظ على انتصاراته. فاكيد طبعا لازم حتى كمان لو كنت خدت البطوله، الرؤيه الصح بتقول انك انت تبتدي كمان تعمل يعني تظبط الفريق وتعمل احلال وتجديد في الفتره اللي جايه. الكابتن الخطيب كان حريص على توضيح بعض الامور ردا على اي تساؤل في الشارع الاهلاوي بيقول ليه ما تمش التعديل في القائمه الافريقيه. الكابتن الخطيب قال اننا تسلمناها من الجهاز الفني السابق وهي بتضم 26 لاعب، ما كانش في اي فرصه للتعديل فيها بعد ما اضاف الجهاز الجديد اربع لاعبين فاكتملت القائمه. وايضا هناك اكد على اعاده الهيكله في الاتجاهين في بناء الفريق الاول وقطاع كره القدم بشكل عام، وبيقول كمان بالنسبه للقائمه اللي هتسلم ان شاء الله يوم الخميس المقبل هناك حرص على ترك اماكن شاغره في القائمه من اجل الصفقات او الدعم في الفتره الجايه للفريق. طبعا وده طبيعي جدا، ما ينفعش ان انت كنادي كبير زي النادي الاهلي انك انت تملى القائمه بتاعتك باي حال من الاحوال، عندك ممكن يكون في اصابات، عندك لعيبه ممكن ما تكونش على المستوى يعني، او انت مش المدير الفني لا يرغب فيها، خاصه ان هو مكمل معاك الموسم اللي جاي كمان. النهارده في بعض الفرص متاحه ان انت تستقطب لعيبه تانية من بره مصر او من داخل مصر، فالنهارده في عندك اعاده هيكله، في اعاده هيكله لابد من ان انت تسيب اماكن او تخلي في اماكن فاضيه عشان تقدر تملى الاماكن اللي موجوده على حسب احتياجات الفريق الفتره اللي جايه. سعداء بوجودك معانا يا كابتن بلال، وهنتابع معاك ومع كل نجومنا اللي بيشاركوا معانا على شاشه قناه الاهلي التحركات اللي هيقوم بيها مجلس الاداره ولجنه الكوره في الفتره الجايه برئاسه الكابتن الخطيب، وان شاء الله تكون الامور ايجابيه ونتعامل مع هذا الموقف بافضل شكل ممكن. يا رب ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى. الفتره اللي جايه عندنا بطوله افريقيا كمان، يعني هتبتدي ان شاء الله الشهر اللي جاي باذن الله تعالى. ان شاء الله عندنا بطوله دوري عام، عندنا سوبر سعودي، عندنا سوبر مصري، بطولة العربية. عندنا بطوله عربيه كمان. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى، لان الجمهور بينتظر منه كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. اشكرك، شكرا كابتن بلال، وبنسعد دايما بمشاركتك معانا على شاشه قناه الاهلي. اشكرك يا محمد، شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، نهايه هذه الفقره وهذا الحوار مع نجم المنتخب الوطني والنادي الاهلي سابقا الكابتن احمد بلال. بعد الفاصل حوار اخر مع لاعب النادي الاهلي سابقا واحد الكوادر القائمه على اداره اكاديميه والعمل في اكاديميه النادي الاهلي لكره القدم، هنتكلم معاه في امور كثيره جدا الكابتن احمد رضوان. ابقوا معنا. كابتن احمد رضوان لاعب النادي الاهلي السابق وايضا من الكوادر الفنيه القائمه على اكاديميه النادي الاهلي والعمل في الاكاديميه اللي بنتمنى ان شاء الله انها تبقى اضافه كبيره لمستقبل الكره في النادي الاهلي، برحب بيه. سعداء بوجودك معانا النهارده على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك، انا سعيد وبتشرف لما موجود مع حضرتك. طبعا بنشرف بوجودك معانا يا كابتن احمد. اسمح لي نبدا معاك ومع مشاهدينا قبل ما نطرح عليك تساؤلات كثيره عن الاكاديميه وعن سيناريو مشابه للفتره القادمه ان شاء الله في الاهلي وعمليه اعاده البناء.
الفترة اللي انضميت فيها في 2003-2004. خلينا نبدأ معاك يا كابتن أحمد ومع مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير. أحمد رضوان واحد من اللاعبين الذين ساهموا في استعادة الأهلي للبطولات بعد فترة من الإخفاقات مع مطلع الألفية الثانية. في عمر 26 دخل رضوان النادي الأهلي متمسكا بتحقيق حلم طفولته، وذلك على الرغم من تلقيه عدة عروض من أبرزها الزمالك، إنبي، حرس الحدود، إلا أنه أصر على الانضمام للأهلي لتبدأ رحلته التي تزامنت مع عديد من اللاعبين الذين دخلوا النادي في نفس التوقيت، من أبرزهم النجم محمد أبو تريكة عام 2003-2004. على الرغم من أن رضوان كان واحدا من أهم اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في هذا التوقيت بعد مساهمته بشكل فاعل في صعود فريق القناة إلى الدوري الممتاز قبل انضمامه للأهلي، إلا أنه واجه سوء حظ كبير بسبب تعدد إصاباته في وقت قصير. كان رضوان لاعبا مهما في تشكيلة الساحر البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني في ذلك التوقيت، إلا أن حاجته لوقت كبير للتعافي أخرجه من دائرة الحسابات، ليرغب رضوان في الرحيل أملا في الحصول على فرصة اللعب كأساسي. بالفعل رحل عن النادي الأهلي موسم 2005-2006 من دون أي أزمات مع النادي المقرب إلى قلبه، وفي سجله بطولة غالية ألا وهي دوري موسم 2004-2005، ثم توج الأهلي بالبطولة الإفريقية لكنه كان خارج القائمة الإفريقية وقتها. انتقل رضوان بعد الأهلي إلى أندية أسمنت السويس ثم إلى الاتصالات ومنه إلى جاسكو لمدة موسمين حتى اعتزل كرة القدم، ليتجه إلى التدريب منذ موسم 2011 ليحصل على عدة دورات تدريبية. يعمل الآن في منصب المدرب العام لفريق الاتصالات ومديرا فنيا لأكاديمية الأهلي فرع الأطامية. كابتن أحمد رضوان لاعب النادي الأهلي السابق ونائب مدير أكاديمية النادي الأهلي فرع القطامية. عايزين طبعا بما أن التقرير عرض للسيرة الذاتية لك مع النادي الأهلي كواحد من لاعبي ونجوم الفريق في الفترة دي، عايز أتكلم عن تجربتك، بتقيمها إزاي؟ نجحت بدرجة قد إيه وإيه المعوقات أو العراقيل اللي سببت صعوبة في عودتك للتشكيل أو للمشاركة؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت أصلا في نادي القناة، ويعني في لعبت من حوالي انا عندي 18 سنه لعبت، جت في 6 يعني وانا 26 سنه بالظبط كده جالي زمالك وجالي اهلي وجالي كذا حاجه، وسافرت دبي كده من دبي. المهم كان وصلنا للحل ان احنا ان شاء الله، وخدت قرار ان انا عايز اروح الاهلي، وكابتن الخطيب اتكلم معايا. لما جيت انا كان عندي مشكله ان انا كنت كان والدي الله يرحمه كان توفاه يعني كده الله، وانا كنت خلاص حاجز حج ولازم اروح اعمل له الحج، فقعدت حوالي 23 يوم في الحج، ودي كانت المشكلة الكبيرة. لما انا رجعت وانا بقوله مش عشان احمد رضوان، انا ممكن اكون بداية بقى مشاركتك، يعني دي كانت العودة كده من رحلة الحج، دي كانت بداية مشاركتك بالظبط. احنا يعني كنت اعزم لهم كلمة انا وتريكا وحسن مصطفى وبينيو، كنا بتهيألي في نفس الاسبوع احنا مضينا التوقيع، كله طبعا دخل في التمرينات، وحتى كان عندنا متوشة في الكاس اظن طنطا وكذا ماتش كده لعبناه، كنت انا لسه مش موجود. انا جيت على ماتش الترسانة، المشكلة اللي انا جيت اتمرنت تمرينة وكان تاني يوم ماتش، لعبت ماتش رسمي، فكنا بنلعب حد واربع مرات تمرين فردي ولا مع عصام عرابي لوحدي ساعتها فردي. حتى وتاني يعني كان اول يمكن لقائي مع اللعيبه او تاني لقاء يعني كان في ماتش رسمي. انا مش يعني مش بتكلم عشاني، لكن بتكلم اللي قدام. كان احمد رضوان كانوا بيصنفوه ان هو من الناس الكويسه جدا في المكان دوت، كان عايز بس وقت كويس، عايز فتره اعداد كويس، لان انا كمان جاي من نادي يعتبر صغير، نادي القناه ما عندناش جماهير خالص، كان شركه ما فيش عندنا طموح الفوز فيها محدود، يعني المشاركه فيها في الدوري طبعا النقله بهدف الفوز او بالظبط. فالنقله دي بتاعت اللعيب ده بيبقى محتاج شويه ان هو يتاقلم في الجو، احنا كنا بنبقى عندنا 10 و15 و20 الف في التمرينه مش في يعني شايف انك كلاعب ظلمت في تقييمك جماهيريا واعلاميا لانك ما خدتش وقتك في تجهيزك للمشاركه مع انا بقول لحضرتك انا اول مانويل كان مستعجل جدا على مستعجل هو الراجل كان بصراحه يعني بيتكلم في ان انا عارفك بقالي 3 سنين والناس هنا ده هو كان منحاز لك فنيا جدا يعني جداً اي هجوم يعني كان بيحصل على
مستوى الكابتن احمد رضوان او مشاركته مع الفريق كانوا بيقال انه مستر مانويل جوزيه هو اللي اختار وهو اللي قال انا مصر على وجوده في المكان ده ومع الفريق. وانا يعني بشكره طبعا على اللي هو عمله معايا، بس هي المشكله كلها ان انت طبعا خلاص اتاخد عليك ان انت بتعمل ماتش كويس وبعدين ماتشين وحش ماتشين كويس، فوصلت الحته ان انت خلاص كجماهيريا انت الانطباع الاول ما كانش طبعا بالظبط كده. فالمشكله الكبيره اللي حصلت يوم ماتش المقاولين المفروض كنت باخد انا حقنتين كده، هي قصه مش حقن، هي قصه قريبه من عمليه. فالموضوع طبعا كان مطلوب مني اخدتها قبل الماتش وبين الشوطين الطلب ان انا اخدها، فانا كنت وصلت المرحله ان انا خلاص يعني فقلت لا مش هياخد الحقنه، فالموضوع وصل بيني وبينه الصدام. وتاني سنه طبعا ده عشان تتغلب على الاصابه اللي كنت بتعاني منها ولا كان قبل الاصابه اللي خدت وقت في علاجها؟ لا هو قصه كلها ان احنا لما بناخد حضرتك بين اي موسم والتاني، طبعا الاهلي ما بيحصلش كده بس اي نادي ما بيلعبش بطولات افريقيا او كده بياخد حوالي اسبوعين ثلاثه بالكثير جدا. بنعمل فتره اعداد حوالي شهرين شهرين ونص عشان نوصل لما هو كان السنه اللي فاتت او الاداء اللي يسمح بالمشاركه. فتخيل انت 23 يوم في حج ومشقه وبتيجي ما بتاخدش ولا يوم بتخش على الفريق زائد بلس بقى يعني حط بقى كمان الضغط النفسي اللي عليك انت اصلا مش اخد على الوضع دوت، فانت بتبص في ماتش النجم الساحلي 120,000 متفرج انت ايه ده اللي انا فيه دوت. فالموضوع طبعا جه بالسلب عليا، كنت حاطط سيناريو تاني. الحمد لله الواحد كان في نادي القناه كان عامل مواسم 6-7 مواسم كويسه جدا، وكانوا السيناريو اللي حاطينه ان المكان حتى ده كان يمكن احمد حسن هو اللي كان بيلعب بكرايت، ما كانش فيه بكرايت في الوقت ده. فالسيناريو اللي انا كنت حاطه لنفسي الحمد لله ما مشيش زي ما انا عايز، لكن طبعا بتشرف انا كنت موجود في النادي. بس في امرين يعتبروا عقبات واجهتك كمان صعبه المهمه يا كابتن احمد، حاجه منهم اشار لها التقرير لما قال كمان فكره انك احتجت وقت من للاستشفاء الكامل بعد الاصابات، كان عندك اصابتين حسب كلامك كمان اتكلم عنهم، وفكره ان المنافسه بعد التعاقدات الجديده اللي هي هننتقل لها لانها مناسبه للمشهد الحالي في الاهلي ان الاهلي بصدد التجديد واعاده البناء حسب تصريحات الكابتن الخطيب رئيس النادي، انك كان عندك منافسه شديده جدا بعدد كبير من النجوم اللي ممكن يلعبوا هاف رايت او باك رايت. طبعا كان في نجوم كبيره جدا لما انا جيت، كان كابتن ياسر رضوان كان موجود، كان كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود، فكان يعني حاجه جامده جدا طبعا. لما جيت حاولت طبعا ابقى موجود، بس كنت بتكلم مع ان انا يعني عايز وقت كويس جدا لان انا عارف نفسي كويس، انا مش انا ده، مش اللي بيلعب ده مش انا خالص يعني. اديني فتره استشفاء كويسه جدا ان انا اقدر واخش في مطوشه كويسه، اديني فتره اعداد كويسه جدا عشان ابدا اظهر بالصوره اللي انا عايزها. فكان يعني الكلام كله بيتقال ان انت ما تقلقش من اي حاجه، انا اللي هنا المسؤول وانا اللي بلعبك. وطبعا حصل الصدام اللي في الاخر في ماتش المقاولين، طبعا كان شاهد عليه كابتن ثابت الله يرحمه طبعا. مفهوم يعني خلاص الموضوع الامور كلها ما كانتش في صالحك في مشاركتك كلاعب، في صالح مشاركتك، وكمان حدوث توتر مع الجهاز الفني او المدير الفني صعب المهمه. بالظبط. طيب بالرغم من ده واضح انه المنطق بيقول ان كابتن احمد رضوان عنده سمات على المستوى الشخصي والانساني جيده، وانه بيمثل كفاءه بدليل استعانه النادي الاهلي بيه في الاكاديميه. عايزين نتكلم عن الاكاديميات شويه، شايف شغلك فيها ازاي وانتمائك للكيان الكبير ده ورؤيتك لدور الاكاديميه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. طبعا هو القصه كلها انا يعني كنت سامع حضرتك بتتكلم مع كابتن احمد بلال، القصه كلها لازم نشتغل من الحته اللي تحت دي، مش هينفع ان احنا نيجي عايزين بطولات بنلعب بهدف ان احنا ناخد كل البطولات اللي احنا بنخشها، ولكن لازم يبقى في زي ما انت كنت من 4-5 سنين انت طلعت تريزيجيه، طلعت رمضان، طلعت ناس كتيره جدا ايام كابتن احمد بلال، كان سيد، كان اسامه، كان مجموعه كبيره، عماد متعب، كان مجموعه كبيره جدا من تحت طالعين. فده كان بيوفر طالعين بقوا نجوم على طول ليهم بصمه مع الفريق. طبعا ده متوقف على مين المدير الفني اللي موجود وسياسته وفلسفته عامله ايه، وهل هو عنده يعني من الكاريزما ان هو يدخل الصغيرين دول مع الكبار فبيعمل الاندماج ده بسرعه. الموضوع عايز كذا حاجه، مدير فني، اداره تستحمل شويه. اعتقد يعني قول لي اذا كنت متفق ولا مختلف يا كابتن احمد مع الكلام ده، انه عايز شغل فنيا عالي جدا كمان وبدنيا مع فرق 20 و18 عشان المدير الفني ما يحتاج عناصر يلاقي الاولاد جاهزين. بالظبط، هو ده اللي المفروض يحصل. المفروض يحصل ان المكانين الدرجه الاولى تبقى فيها تنسيق كبير جدا مع القطاع. ليه؟ لان انا المفروض كقطاع شغال المفروض اشتغل بنفس الفكر بتاع اللي فوق. ليه؟ لان انا عايز اطلع، كنتوا بتتكلموا على الفرقه بتاعت 97 دلوقتي، انا عايز اطلع من 97 ولد او اثنين او ثلاثه. طب لما انا هطلعه على الفكر اللي فوق اللي هو اصلا ممكن يكون مش هو الشغل اللي بياخده تحت،
انا بتكلم على طريقه وعلى نظام وعلى سيستم وعلى كل حاجه. فده لو حصل الكلام دوت ان احنا نسقنا الموضوع مع بعض، لا الولد هيطلع من هنا على نفس الشغل، ولكن طبعا الامكانيات بتزيد، طبعا القصه بتكبر شويه، ولكن في نفس الاساس واحد بالظبط كده، استراتيجيه العمل الفنيه بالظبط كده. لكن عندنا مشكله كبيره جدا في القطاعات خصوصا في مصر، ان احنا المدرب اللي هو موجود بيركز، انا بلعب دلوقتي مثلا سي مع الاولاد مثلا اللي عندهم 8 سنين، فبلعب 5 ضد 5، فبشتغل على الخمسة دول وبس. ليه؟ لان انا كل دماغي ان انا مش عايز امشي، ان انا عايز اركز، ان انا موجود السنه الجايه، فاعمل ايه؟ عايز اكسب، عايز اكسب بس. فبعمل ايه؟ بركز في الخمسه دول. ما ينفعش ان احنا نشتغل على مكسبه بس. فبتلاقي خمسه وبعد كده جاب كبير جدا، وبعدين باقي عليهم بالظبط كده، تيجي تشتغل على سته، تلاقي هم السته اللي هو مركز عليهم وبعد كده مش شغال. فاحنا القصه كلها ان انت لازم تدور حول ان انت بتطلع تلعب ايه؟ بتطلع 11، فلازم الخمسه اللي موجودين في الملعب او السته دول يبقوا موجودين شغلهم ما فيهاش مشكله خالص ان هم يطلعوا يلعبوا ازاي بعد كده 11. ازاي بلعب؟ حتى الطريقه اللي انا بلعبها بنفس الطريقه بتاعه ال10، بعد كده بزود عليها ناس، ما اعمليش خلل في التيم بتاعي. يعني تتمنى ان، بتقول ان ده مش موجود لحد دلوقتي يا كابتن احمد، لكن الرؤيه اللي بتتمناها انه يبقى النادي الاهلي عنده سياسه واستراتيجيه عمل موحده، عامله توحيد لسيستم الشغل بين الاكاديميات على كل المراحل العمريه والفريق الاول. بالظبط. هو كمان عندنا يعني كابتن خالد بيبو السنه دي ماسك الاكاديميه والجهاز، عمل حاجه كويسه جدا ان هو مدخل عندنا مدير فني للمكان، فهو اللي مسؤول فنيا. احنا اصلا عندنا مدير فني كابتن عدنان عاشور، وبنستلم منه الشغل. احنا اكاديميه يعني اكبر اكاديميه في مصر، القصه عندنا شويه طبعا قصور لازم تتحل، ولكن في المجمل لا، احنا حاجه منظمه جدا وبنشتغل بسيستم كويس جدا، عندنا برنامج بنشتغل عليه، مش بنشتغل قصور. ده بتنقلوه بدوركم يعني، بتناقشوه مع الكابتن خالد بيبو، بتوصلوا الرؤيه، بتطرح على النادي على المسؤولين بالظبط كده. بالظبط. لكن القصور الاكبر يعني ان انت دلوقتي انت بتاخد المبلغ هزيل جدا بالنسبه للولد اللي بيدفعه، بالنسبه لاكاديميات ثانيه كبيره جدا او كثيره جدا حوالينا، دجله، اكاديميات كثيره جدا، لا تلاقي الرقم اللي بيدفع هنا غير الرقم اللي بيدفع هنا خالص. قول لي ده مردوده ايه او نتيجته السلبيه من وجهه نظركم في الاكاديميه ايه؟ هل على مثلا ايه دخول المديرين الفنيين او الرواتب المدربين او الاجهزه، ولا بالزبط تجهيز الشغل اللي ممكن ارباح الاكاديميه تساعد فيه؟ رقم واحد بتبقى هي قصه المدرب اللي بنجيبه هتاخد كام؟ فهو بيقارن بالظبط كده، فبيجي قدامه حاجه ثانيه يقول لك لا، طب انا ايه اللي هيجيب اخد هنا 10 لو عندي فرصه ماليه 20 بالظبط كده. فهي دي اللي بيحصل لنا قصور في الموضوع دوت، وان شاء الله هم يتداركوا الموضوع دوت عشان تقدروا تختاروا افضل عناصر بالظبط، فبالتالي يبقى مردود الاولاد يبقى مستوى. لكن عاملين حاجه كويسه السنه دي، دخلنا 2005 و2006 المفروض باهلي بيه، وبيشتغلوا دلوقتي على الملعب عندنا في القطاميه، وكمان موجود عندنا ولد من 2009 راح القطاع السنه دي، عندنا امير عبد الحميد شغال برده في الشيخ زايد ما شاء الله، عامل شغل كويس، رامي برده في كابتن خالد بيبو في لقاء سابق قال لنا ان عندكم خطه طموحه جدا بالاتفاق مع مجلس الاداره لتوسيع نشاط الاكاديميه. كابتن فتحي مبروك جالنا السنه دي، واختار بالفعل نماذج يعني، واختار اولاد كتيره جدا، كابتن تامر كان معاه، تامر حفني، كابتن تامر حفني كانوا موجودين عندنا وجم عملنا يوم كويس جدا، وبالفعل في فتره الاختبارات من حوالي شهرين كده، واختار بالفعل مجموعه كبيره جدا راحت هناك، واختيروا بقى مع بعض طبعا بالمقارنه بينهم وبين الاولاد اللي موجودين هناك، وفي ناس كتير جدا دخلوا القطاع مع فرق الناشئين في المرحله العمريه بتاعتك. يعني ان شاء الله نتفائل الاكاديميه يعني مع الاستجابه ورؤيه مجلس الاداره لعلاج اي قصور بتقولوا انه موجود، الامور ممكن تتحسن جدا في الاكاديميه ومردودها الفني كمان. بالظبط. طيب كابتن احمد، هنتكلم شويه عن الفتره اللي انضميت فيها للفريق، لكن مش على مستوى تجربتك الشخصيه، على مستوى تشابه الفتره دي مع اللي بيحصل دلوقتي. تصريحات الكابتن خطيب هنعيد بناء الفريق في يعني رؤيه لمتطلبات كثيره جدا، اشار الكابتن خطيب الى انها مطلوبه في الفتره الجايه، وانه لمس قصور موجود في الاداء وفي الشكل. انضمامك للفريق كان مصحوب بصفقات كثير قوي. هل تعتقد انه احنا بصدد مرحله جديده هيبقى فيها انضمام عدد كبير من النجوم والاسماء انتم انضميتوا في فتره لا تزيد عن سنه؟ اعتقد 10 او 11 نجم انضم للاهلي في الفتره دي. يعني احنا انضمينا تالي فرقه ثانيه خالص اتغيرت، يمكن الفريق بيتجدد 70 على مدى 70% الفرقه اتغيرت خالص. يعني بتشبه كده اكتر، احنا يعني الفتره اللي انا كنت فيها كانت اقل من كده بكتير طبعا في النتائج،
كانت بعيدة شوية، ولكن الميزة دلوقتي ان انت موجود، انت وصلت نهائي، انت خسرت وزعلان، احنا القصة كلها ان انت زعلان ان انت ما كنتش تكسب، وما كنتش مش من حقك اصلا تكسب. هي دي اللي احنا اللي مزعلانا، ان انت ممكن تكون رايح وبتحاول وبتقاتل وما وفقتش، لكن عملت اللي عليك، مفيش قدمت توفيق، الشكل لكن الشكل كان مش حلو. يعني فنيا كان بعيد شويه الاهلي عن الماتش خالص، وده طبعا وده ما تعودناش عليه في اي مباراه الاهلي عشان كده بيغيب عن المشهد خالص في الملعب. عشان كده كابتن خطيب طلع واتكلم، وطبعا ده 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 دور حد رئيس فاهم بتاع كوره مننا، ففاهم كويس جدا الفرقه فين دلوقتي، فطلع يطمن الناس. وانا اظن انه هيحصل في الـ في الـ في شهر واحد في التنقلات دي هيحصل طفرات كويسه جدا. تعتقد انه على مدى الفترات اللي جايه، لو قلنا على مدى سنتين جايين وفترات الانتقالات اللي تتخلل العامين دول، هيبقى في نقله كبيره في الفريق، هيبقى في انضمام وتجديد أنا بنسبه كبيره في الفريق. اظن والله انا شايف كمان الراجل، انا مش عايزين نظلمه الراجل، قبل يعني حط الماتش ده على جنب كده وشوف اللي قبل كده، لا الدنيا ماشيه بخطى كويسه جدا. هو كمان استلم الفريق احقاقا للحق، يعني الناس ايامها كانت بتقول ده احنا قربنا نخرج من البطوله في دوري المجموعات بالزبط. هو استلم واحنا خد ثلاث ماتشات ورا بعض بالظبط كده، فاحنا صعد بقى نمره واحد في المجموعه، يعني عشان بالزبط. بس ما نبقاش الجهاز الفني لا تعب وحاول، واحنا كنا في حته بعيده زي ما حضرتك بتقول، لا ودى النادي في مكانه الطبيعي. القصه كلها القماشه اللي معاه، لازم بقى احنا نساعده، لازم كاداره لازم يوفروا له، لان انا شايف يعني في اماكن كتيره جدا لازم يتوفر فيها لعيبه كويسه، لان انت بتلعب على البطوله. شايف مراكز محتاجه اكتر من لاعب يبقى في المركز ده موجود، ولا شايف مراكز البديل فيها مش على نفس مستوى اللاعب الاساسي بس ومعنى دون من غير حساسيات ومن غير ما نذكر طبعا من غير اسامي من غير حاجه، بس انا بتكلم انا راجل بتاع كوره وبتكلم كرويا. حتى لو انت جبت 20 لعيب، يعني كل العشرة زي مش عمرنا ما هنقول كده، حتى لو هم زي بعض، بس لما بتيجي بتلعب بتشتغل، اللي شغال بيشتغل بيعلى شوية عن اللي بره، طبيعي المعرفة. لازم يعلى، لكن اللي بره ده المفروض يبقى موجود اما نحتاجه نلاقيه في الملعب. يعني لما ابقى بالظبط كده، لما ابقى محتاجه حتى الاقي منه 70% 80% من اللاعب اللي كان موجود، فده هيساعد الفرقه، لان انت بتلعب على اربع خمس بطولات، فلازم تبقى انت عندك، يعني بس مشاركتك ما تعملش دروب، لا كما تنزل تشارك لسبب ايقاف اللاعب الاساسي او احمد فتحي مش موجود في مشكله في المكان، ما يحصلش دروب في المركز، مع ان محمد هاني لعيب كويس جدا جدا واعد جدا يعني حاجه ما شاء الله جميله يكون له مستقبل طبعا، لكن المكان عايز تدعيم كويس في المكان دوت. انا شايف برضو ما ينفعش ان احنا عاملين نقول احتراف ونجيب افارقه واحنا عندنا الراجل المفروض المهاجم بتاع المنتخب مصر هو رقم 2 في نادي الاهلي مروان، احنا ما طب وبعدين الحقيقه عندنا بعد انضمام صلاح محسن كمان في الفتره الاخيره بقى عندنا لاعب محترف مميز جدا وليد ازارو، وعندنا 2 من اللاعبين في منتخب مصر بالظبط الحرب الموجودين في الاهلي يعني. بس طريقه الاستفاده بيهم بقى في الملعب كمان ازاي بالظبط، فعاليتهم على المرمى ازاي تزيد، هي دي القصه، ان احنا حتى الفلسفه اللي احنا رحنا بيها برضو احنا رحنا رد فعل، احنا رايحين واحنا مش هنخسر، وحضرتك طول ما انت بتلعب ان انت رايح انت مش هتخسر، فانت هتخسر. متفق مع اللي قاله يعني بين السطور بين تصريحات كابتن خطيب، ما يعني انه تقريبا كان متخوف لانه شاف احتفال بعد المباراه الاولى كاننا خدنا البطوله، وشاف ان ده مبكر سابق لاوان. بنتكلم بعد الماتش، والله الموضوع لا الموضوع صعب، لان انت الماتش الاولاني انت ما كنتش فنيا كويس للدرجه اللي تطمنك قوي بالظبط كده، ان انت تروح هناك انت مش هتخسر. لا كنا متخوفين كلنا، اظن ان هو برضو الجهاز الفني كان متخوف عشان كده راح لعب بالشكل ده. طيب هي في نقطه واحده غريبه جدا كابتن احمد، الناس شافتها في المباراه الاخيره في رادس، رغم اننا بلغه الكره غبنا عن المشهد كاننا ما شاركناش يعني، بس الناس شافت ان الاهلي كان متماسك في الشوط الاول حتى لو بشكل مش متعودين عليه من الاهلي، وانه كان هياخد اللي هو عايزه من الشوط الاول ويخرج متعادل، وده يخلي الامور تبقى اصعب نفسيا الشوط الثاني على الترجي. ايه اللي يخلي فرقه بخبرات الاهلي ما تقدرش تحافظ على تركيزها الدقيقتين اللي هم وقت محتسب بدل ضايع في الشوط الاول؟ ده كان يفرق كتير انك تبدا الشوط الثاني 6-0. القصه كلها الجون الاولاني اللي دخل ده يعني مش ده السيناريو اللي كان محطوط اكيد للجهاز الفني، هم كانوا عايزين يوصلوا ان الشوط الاولاني يطلع كده وهنبدا
الشوط الثاني نقدر نتحرك في 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 اتجاهات هجوميه شويه، نطلع لفوق شويه، ولكن هو كان عايز ال 45 دقيقه تخلص كده، وده اللي ما حصلش، وربنا ما قدرش ان جه فينا جون. يعني ساعات التركيز للثواني بيفرق مع الفريق، يحقق لك التارجت من الشوط الاول. طبعا صرف النظر عن الاداء الفني، الجون هو الجون بيجي في في في, في لحظتين ثلاثه. حضرتك لو مش مركز في كوره جات لك سهله جدا ان انت تطلعها، سبتها الطب مشكله. طيب في اتجاهين، في شغل مجلس الاداره ولجنه الكوره، تصريحات الكابتن الخطيب ان في اعاده بناء وهيكله وفي دعم وصفقات جديده واهتمام بالفريق وبقطاع الكوره كل الفتره الجايه. في كمان تصريحات مهمه جدا للكابتن محمد يوسف اللي بتدي ثقه في وقت اعتقد اللاعبين محتاجين فيه ثقه، يقول احنا واثقين في الكوادر الموجوده معانا، الخبرات الموجوده معانا والامكانيات الموجوده معانا متميزه، وقادرين نتخطى الازمه دي، وانه واثق في انه البطولات اللي هينخرط فيها فريق الاهلي بسرعه جدا سواء دوليه او محليه، اللاعبين هيعودوا لطبيعه ادائهم فيها وهيأدوا بشكل والنتائج هتكون جيده جدا. رايك ايه في الكلام ده؟ والله انا بتفق مع كابتن يوسف. احنا لو الاربع لعيبه اللي موجودين اللي هم مش موجودين مع... لو موجودين انت مش هتخسر يعني. طبعا اجايي ازارو فتحي معلول مش هتخسر يعني، لما تيجي تحسبها كده بورقه وقلم لا فنيا هيعلوك يوصلوك لحته هي قصة كلها ان احنا الاربعه دول عايزين نخليهم 8 عشان لما الاربعه دول يبقوا مش موجودين يبقى في اربعه غيرهم موجودين. مع حسام شايل عاشور ما شاء الله عليه، وليد سليمان، وليد ما شاء الله، بس يبقى معاهم بقى كمان بالظبط كده. فلو الاربعه دول كانوا 8 والاربعه حتى مش موجودين، فانت دلوقتي معاك 7 8 في الملعب برضو قادرين يشيلوا. يعني بنتكلم عن ان بعض الاضافات في مكانها السليم اضافات مميزه للفريق هتعمل نقله كبيره قوي في الفتره الجايه. يعني اتكلموا، انا مش عايزين نتكلم على اسامي، ولكن اتكلموا على ناس ان يجيبوها. لا انا شايف 3 4 لعيبه لو جم الاسامي دي لا هتخلي الموضوع يعني في في زي حضرتك حصل مشكله زي كده ان في واحد مش موجود او 2 دول موجودين او تم ايقافه يبقى عندي بديل الفرقه ما تقعش بالظبط، لان هي القصه كلها برضو الموضوع. احنا ده غير ان فعلا هي نقطه تستحق الحديث عنها يا كابتن احمد، دايما قدر لاعبي الاهلي وكمان خبراتك كواحد من اللاعبين مريت بالتجربه دي، كثره الارتباطات والبطولات اللي بتشاركوا فيها، فطبيعي بيحصل اصابات حد واربع وجمعه وحد واربع وجمعه. فاحنا كام بطوله مشارك فيها الاهلي في الفتره الجايه دي، وهيبدا البطوله الافريقيه تاني بعد ما يعني الضغوط مستمره ولا تنقطع، محتاج عدد كبير من ده. قدر الاهلي ان هو بيلعب على كل البطولات، مش بيخش وخلاص، كمان ده بيخش وعايز يكسب بطوله وتوصل نهائي. فهي دي لازم تجيب اللعيب اللي يقدر يكمل مسيره حد مش موجود، حد قعد انا بكمل المسيره. يعني مهم ان يبقى في روح ايجابيه، في شغل وفي تصحيح وفي استراتيجي ورؤيه للمستقبل فنيه بقياده مجلس الاداره او بقودها مجلس الاداره ولجنه الكوره، ولكن مهم اننا ما نبقاش محبطين، ما نستسلمش فكره خسرنا البطوله يبقى احنا خلاص الدنيا. يعني لا بلاش الروح الانهزاميه دي، نشتغل على اللي جاي. انا عاجبني جدا جدا الاداره بتاعت وادي دجله، احنا اتكلمنا كلنا يعني معظمنا يعني في اول السنه ان الراجل ايه اللي بيعمله دوت وبيشتغل ازاي وده وبيخسر وي، لكن لما تيجي تبص في الاخر هم كسبانين، هم كسبوا، هم ومصر كلها كسبوا، هيكسبوا، كسبوا مدرب محترم بيعلي فلسفه بيشتغل من تحت ما بيقلقش، وكمان كسب ان هو عنده 6 7 لعيبه في اخر السنه هيجيبوا له ملايين. ليه؟ صبروا. هي قصه كلها ان اظنش يعني ان في اداره كانت هتصبر اللي عملوه وادي دجله مع الراجل اللي موجود معاهم دلوقتي ده. بس كمان هو اظهر ان عنده رؤيه فنيه حتى لو احتاجت وقت لتطبيق، عشان كده هم صابرين عليه، عارفين هم جايبين مين والسي في عامل ازاي بتاعه، ومفيش مشكله اشتغل. ما خد وقتك يعني، ما تقلقش، مفيش مشكله، انت الشغل انت عايز تعمله اعمله دلوقتي. لا بتبص تلاقيه بيكسب الاسماعيلي، بيتعادل مع المصري، لا مؤشره الفني عالي جدا، لا وبشغل فني محترم جدا جدا، ما بيقلقش، ما بيلعب على الارض. لازم هو ده الشغل اللي من تحت، تعلم الولد من تحت ان مفيش حاجه اسمها انا ليا فلسفه، لازم العب، ما العبش عشوائي، ما امسكش كوره وطلع وشوف. عايز ان اللعيب اللي طالع للاهلي من اي مرحله عمريه وعنده فرصه للفيرست تيم او المشاركه مع الفريق الاول يبقى طالع جاهز بنسبه كبيره، ده اللي بنتكلم بس عليه، بس يكتسب خبرات بس المشاركه في الضغوط اللي هيساعد كده الاداره ان هي تتكلم مع مدير القطاع، ان ما تتكلمش في 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 في, في مكسب وهزيمه، اتكلم في شكل بعد المدير الفني ما يطلع كده، تعالى قيمه فنيا، انت مالكش دعوه بالمكسب والخساره، تعال قول لي انت شغال ازاي، انت بتشتغل الشغل ده بتاعك ده هيودي الولد لفوق، ولا هنلعب نكسب النهارده ونمشي بعد كده ال 20 ولد دول، هيكسبوا كل حاجه ولكن مش هيطلع منهم حد فوق.
الحاجات المهمة أو كلمة أخيرة للجمهور أو للمسؤولين في النادي أو لفريق الكرة وجهازه الفني بقيادة كارترون، إيه اللي حابب تختتم به الحوار ده وحاجات عايز تركز عليها خاصة بالمرحلة دي؟ الكلام للإدارة إن شاء الله لما كابتن خطيب يتكلم، التدعيم لازم للجهاز الفني، الجهاز الفني يشتغل، أنتوا عملتوا اللي عليكم وأديتوا، ما نقدرش نظلمكم خلاص، محتاج الجهاز ياخد الثقة كاملة من مجلس لازم الإدارة، لازم الراجل يكمل، لأن أنت داخل على بطولات كتير، أنت خلاص كمان أسبوعين هتخش في بطولة تانية، فالموضوع مش مستحمل. لازم ندعمه كويس جدا، لازم هو كمان يشتغل على الجانب اللي مش عنده، عنده مشكلة في ناحية الباك رايت يحاول يشوف لها تدعيم، عنده مشكلة في أزارو لو مش موجود لازم الحتة دي تدعم كويس، هو يشوف ايه اللي ناقصه ويطلبه ان شاء الله، والإدارة تقوم بقى بالتعاقدات أو تنجز ما يحتاج إليه اللي هو يحتاجه، ودي الموضوع ان شاء الله لازم الموضوع كله هيكمل مع بعض. مش في تأكيدات من لحظات دلوقتي عاجل انه في نفي كامل لأي فرصة للاستغناء عن أزارو أو أي استجابة لأي عروض بيتلقاها، وفي تأكيد على استمراره وبقائه ومشاركته في النادي الأهلي في الفترة الجاية. ده كلام محترم ده كابتن محمد يوسف صاحب التصريح. كابتن محمد يوسف أعتقد هو كابتن محمد يوسف صرح أنه لا نية على الإطلاق للاستغناء عن أزارو على سبيل الإعارة أو البيع أو الانتقال لأي نادي آخر، وأنه في تأكيدات على اتفاق الجهاز الفني ورؤيته الفنية أنه في احتياج إلى وجود أزارو مع الفريق في مش وقته لازم يبقى موجود، ده احنا عايزين ندعم، احنا عايزين ندعم الفريق، مش منطقي أن عنصر مؤثر تسيبه في الفترة. لا ما ينفعش خالص دلوقتي، مش وقته خالص يعني. بشكرك يا كابتن احمد على وجودك معانا، وسعداء بمشاركتك معانا وظهورك على شاشه قناه الاهلي، وان شاء الله تكون موفق مع كل الكوادر اللي بتشارك في المهمه في اكاديميه النادي. انا اللي بشكر حضرتك وفخور ان انا موجود في القناه، واحنا سعداء بوجودك معانا النهارده يا كابتن احمد، وبنتمنى لك كل التوفيق في مهمتك مع الاكاديميه ان شاء الله. شكرا. بشكر ضيفنا الكابتن احمد رضوان لاعب النادي الاهلي سابقا ونائب مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع القطاميه. بشكر حضراتكم على المتابعه لهذا الحوار ونهايه هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل زميلي العزيز خالد العوضي وفقره خاصه جدا ومتابعته المتميزه لكافه الانجازات اللي بتتم على مستوى الرياضات واللعبات الاخرى في النادي الاهلي. مساء الخير عليكم جميعا. اولا بس بعتذر عشان عندي دور برد جامد، لكن هنكمل الحلقه ان شاء الله بصوت كويس. معنا النهارده ابطال من دهب، ابطال الطايره، ابطال الطايره ناشئات، كسبوا بطوله مهمه وهي بطوله منطقه القاهره، وقدروا يحققوا الفوز على نادي وادي دجله. الانديه بقت منافسه كبيره جدا بالانديه، عندنا كل فرق الناشئين والناشئات في النادي الاهلي، كل الفرق على مستوى الجمهوريه بينافسوها. المنافسه يعني ايه؟ يعني في فرق كتيره بتدعم لعيبه كتيره، كل الناس مهتمه بالرياضه، والاهتمام بالرياضه ده حاجه مهمه جدا عشان يبقى عندنا نشئ في مصر كلها، عندنا نشئ كويس ونقدر بعد كده ناخد منتخبات منها من البنات او الاولاد يقدروا يلعبوا باسم مصر ويمثلونا، بيمثلوا 100 مليون ودي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي طول عمره ذخيره باللاعبين وذخيره بالاداريين والمدربين، وهو دي الذخيره الحيه بالمعنى الاصح للمنتخبات المصريه، فلازم نلقي الضوء لكل البنات اللي عندنا والولاد في النادي الاهلي لاعبين ولاعبات، ونبارك لهم على البطولات اللي هم بيعملوها. خلينا نرحب النهارده معانا كابتن ايمن عبد الغني المدير الفني لفريق الطايره شبات بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ايمن. كابتن مي محمود مساء الخير. كابتن ياسمين ممدوح صباح الخير. كابتن سلمى خالد. نبدا من عندك، سؤال سهل عشان بس انت قلتي لي. السؤال بيقول او عايزين نعرف البطوله ازاي، عملنا ايه في الماتش الفاينل وكانت الاجواء عامله ازاي واستعدينا ازاي؟ هو احنا كنا بنتمرن كويس يعني، ومرنا كويس وكنا دايما يعني في الماتشات بنحاول يعني ايه بتحاول تجتهدوا في الامور دي مظبوط، نجتهد وكده، والحمد لله الماتشات كانت سهله يعني بالنسبه لنا وما وقفش قدامنا ماتش، وحتى ماتش وادي دجله
الحمد لله شدينا نفسنا يعني ولعبنا كويس وما خليناهمش يعني يشدوا معانا وكسبنا 3-0 الحمد لله. هايل كابتن ايمن. لازم بقى نقول الموضوع استحدثنا ازاي وحطيت البنات ازاي للمرحله دي. واحنا بدانا المرحله التدريبيه من تقريبا من شهر من 1/7 عملنا لهم فتره اعداد حوالي 3 شهور او شهرين ونص. الفترة دي خلالها تدريبات وبرنامج محطوط لياقة بدنية للفرقة كلها وبدأنا نعد الفريق لخوض البطولة. الحمد لله جهزنا الفريق على أعلى مستوى من اللياقة البدنية والنواحي التكتيكية وخطط الملعب والتدريب وكل حاجة. بدأنا البطولة إن شاء الله في شهر 9 نص 9 تقريبا. بدأنا الدور الأولاني لعبنا حوالي 5 مباريات كسبناهم كلهم بنتيجة واحدة 3-0. لعبنا الدور قبل النهائي كسبنا برضو حوالي 3 فرق 3-0 الحمد لله. يعني الفرقة فيها عناصر مميزة جدا، فيها مجموعة كبيرة قوي من اللاعبين في منتخب مصر للناشئات. عندنا حوالي من 8-9 لاعبات موجودين في منتخب مصر لعبوا البطولة الأفريقية الأخيرة بتاعت الناشئات وخدوها الحمد لله إن شاء الله. ولعبوا البطولة بتاعت الألعاب الأفريقية برضو اللي كانت في الجزائر وحصلوا عليها والحمد لله رجعوا من المنتخب. عملنا معهم فترة الإعداد وبدأنا نعدهم كويس جدا للبطولة القاهرة الحمد لله. في الدور النهائي لعبنا حوالي 5 مباريات كسبناهم كلهم بنتيجة 3-0. عدينا الفريق على أعلى مستوى بدنيا وذهنيا، وطبعا احنا بنلعب بروح النادي الاهلي. يعني ايه نادي الاهلي؟ يعني بطوله. نادي الاهلي يعني بطوله، يعني بنلعب على البطوله. مفيش حاجه اسمها مركز تاني عندنا في نادي الاهلي، احنا بنلعب على البطوله. مركز اول الاهلي رقم واحد في الفولي بول في المرحله ديت، وان شاء الله باذن الله احنا بنوعد واللعيبه باجتهادهم وشغلهم ومجهودهم وتمرينهم والتزامهم ان شاء الله نوعد الناس ببطوله الجمهوريه ان شاء الله، كمان مع بطوله القاهره. واتمنى ان اللاعبات يكون عند حسن الظن في التدريب والاستعدادات القادمه بحيث ان احنا نقدر نواجه الفرق الثانيه في الجمهوريه. طبعا الجمهوريه بتبقى اصعب شويه لان في فرق ثانيه دخلت من اسكندريه، منطقه اسكندريه والجيزه وكده، في فرق قويه في المرحله بتاعتنا دي. تمام. مية قولي لي، كابتن ايمن قال ان عندنا فرق قويه بنواجهها في الجمهوريه. هنا وادي دجله اعتقد هيلبس نادي جامد، بس لما نخش في الجمهوريه هنقابل سموحه وسبورتنج وكل الفرق الثانيه. تقولي ايه؟ فرقه الصيد كويسه، مع فيها عناصر كانت معانا في المنتخب والمدربين اللي كانوا يعني كابتن احمد فتحي وكابتن مهران هم اللي كانوا ماسكيننا في المنتخب، فحافظنا واحد واحد يعني. يعني عارفينكم وحافظينكم تماما. بالظبط. لا بس احنا يعني ان شاء الله ناويين ان احنا ناخدها لان احنا كلاعيبه كويسين وكابتن ايمن معانا يعني شادد معانا يعني. بس كده؟ ناويين. لا لسه كلام كتير. ياسمين انت اختي مايا ممدوح بنت الكابتن ممدوح. صح كده؟ صح كده. قولي لي دخلتي ملعب الطياره ازاي؟ بسبب بابا ولا مايا ولا انت؟ لا من بابا، بس انا بصراحه من يعني احنا صغيرين فانا كنت بقعد اروح مع بابا التمرين وكده، فلما كنت بشوفهم هم ازاي بيلعبوا فكنت بحاول نفسي ابقى زيهم يعني. بس فبدات امسك الكوره اقعد العب على الحيطه، فبابا شافني كده يعني عادي علمني شويه، فبابا ليه فضل كتير قوي عليا الصراحه. يعني بابا هو الاساس ان انت دخلك الملعب ده؟ ومامتي برضو. وماما. طب الاسره كره طايره اللي عامل ازاي في البيت؟ لا يعني كل يعني كان كله بقى تعليمات وكل. ايوه بالظبط. قولي لي على كابتن ايمن بيديك تعليمات الملعب وده هو المدير؟ هما بقى بيقعدوا يحفزوني ولازم تعملي كده وغلطاتي وكده. بابا هو يعني هو شغال في النقطه دي. بياخدك في البيت لوحدك جلسه مغلقه بيعمل ايه بقى قولي لي؟ يقعدوا يقولوا لي مثلا افتحي ايدك وابداك شويه انت مش عارفه كويسه كده يعني. تمام. يعني ومايا ما بتقولكيش اي حاجه؟ لا مايا والله بتصعب، بتقول لي. بتقول لك ايه بقى؟ يعني بتقعد تحفزني كتير وتقول لي انت كويسه وفي المنتخب وبتاع، فيعني لازم تشدي حيلك وما تقعديش تهزري في التمرين. يعني عايزاكي تبقى كويسه قوي وتبقى احسن مني وكده. احسن من مايا؟ نشوف هنعرف. سلمى قولي لي سلمى، المنافسه بقت قويه والرياضه البنات بالذات بقى الناس كلها بتقبل عليها ليه؟
في الرياضة هي الرياضة يعني رياضة رياضة البنات أو رياضة الرياضة دي كل الناس بتزق ولادها على الرياضة كويس. هي الرياضة هي الرياضة بتنشط العقل وبتخلي العقل يعني الإنسان يبقى نشط كده وإن يعني بيشتغل كويس. أقول لك حاجة تانية، إزاي تقدري توفقي بين الرياضة وبين الدراسة؟ أكيد بيبقى فيه وقت كبير وقت ضيق عليكي، بتوفقي إزاي الكلام ده؟ والله أنا بحاول يعني إن هو يبقى مثلا مواعيد الدروس أضبطها غير مواعيد التمارين، وإن أنسق ما بين مدرسة والتمرين يعني مثلا كده يعني والدروس وكده. قوليلي الأسرة بتعمل إيه؟ دي أهم عامل أعتقد في الرياضة. هي والله بتساعدني جامد ويعني مثلا دايما مين بيتعب بابا ولا ماما؟ الاثنين والله. لا يعني مين اللي بيوصل رايح جاي كتير؟ بابا اللي بيوصل رايح جاي بيتعب معاه كتير. ماما ايه مش عايزه؟ لا ماما بتشتغل وكده يعني فبتريحي. ايوه بالظبط. طب كابتن ايمن المنافسه قويه. سموحه سبورتنج صيد اصحاب الجياد يعني فرقه كبيره. بنستعد ازاي للمرحله دي؟ واحنا ان شاء الله بنهينا بطولة المنطقة يوم 7/11 تمام. اديناهم راحة حوالي 3 ايام وبدأنا الاستعداد بتاعنا من يوم السبت اللي فات لبطولة الجمهورية اللي هي ان شاء الله يعني احتمال تتم على نهاية الشهر ده تمام. يوم 25/24 الدور الاولاني يعتبر نسبيا سهل شوية، و هنركز ان احنا نعد البنات برضو نرجع نعدهم تاني بدنيا ونجهزهم بدنيا عشان البطولة صعب. بطولة الجمهورية صعب، والمرحلة 16 سنة بنات في جميع الأندية اللي هي مشتركة بطولة الجمهورية معظمهم بنسبة كبيرة فرق كويسة. فاحنا بنتمنى ان البنات او اللاعبات يساعدونا ويجهزوا جامد جدا ويتمرنوا جامد جدا بحيث ان احنا نقدر نحصد البطوله بشكل كويس وشكل يليق باسم نادي الاهلي. نادي الاهلي نادي كبير ودايما بنلعب على البطوله، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونحقق بطوله الجمهوريه اللي هي تعتبر اصعب المراحل الموجوده في مرحله الناشئين، مرحله 16 سنه بنات. مي قولي لي، احنا كيل متميز عندنا 9 لاعبين جوه المنتخب مظبوط كده؟ وبصيني ازاي في المرحله اللي جايه، بمعنى ان احنا كل المنتخبات عندنا ما شاء الله بيوصلوا، النادي الاهلي بيوصل لبطل افريقيا، هنعدي المرحله بتاع بطل افريقيا ونوصل للعالميه ازاي؟ املك ازاي؟ والله احنا عندنا كاس عالم مع المنتخب السنه الجايه وبصراحه احنا ناويين نحقق مركز. يعني هو دايما الناس كلها بيجي في كاس العالم احنا يعني اما بتبقى في بلاد بره وكده بنبقى كويسين بس ما بنحققش مركز. احنا السنه دي كاس العالم بتاعنا هيتعمل في مصر، دي حاجه كويسه لينا يعني. تمام. هيبقى ناس مدعمانا ودينا يعني البطوله هتبقى على ارضنا في مصر هنا، فدي حاجه مشجعانا ان احنا نحقق حاجه يعني. واحنا الجيل بتاعنا حلو يعني، الجيل بتاعنا يعني حقق حاجات كتيره. جيل قوي يعني. فاحنا ناويين والله انا نفسي ناخد اول على العالم ان شاء الله يعني. احنا الجيل بتاعنا كويس والاجيال اللي في سننا بلاد بره بيبداوا فولي لسه في السن بتاعنا ده. احنا يعني فاحنا يعتبر اكتر خبره منهم شويه. ما لعبتوا الاجيال دي قبل كده؟ لعبتوهم في بطولات قبل كده؟ بتتفرجوا عليهم في اليوتيوب؟ بتتفرجوا عليهم في ماتشاتهم وحاجاتهم؟ هو بالنسبه في افريقيا وكده اللي هي في تونس والجزائر لعبناهم قبل كده وكسبناهم الحمد لله. بلاد بره بقى احنا هم قالوا لنا يعني ان هم عملوا لنا معسكرات بره عشان نحتك مع الفرق الثانيه وكده ونعرف برضو اللعب بتاعهم عامل ازاي. فاحنا مستنيين نخلص الجمهوريه على خير ان شاء الله وناخدها، وبعد كده بقى يبتدوا يعدونا للمنتخب يعني. قولي لي يا مايا، دايما في الماتشات وانت بتلعبوا في ماتشات صعبه بمعنى ان بيكون الفرقه مش في حالتها، الفرقه في شد بيحصل، ودي اصعب ماتش قابلكم في بطوله منتخب القاهره؟ هي وادي دجله، بس احنا الماتشات كلها كانت كويسه يعني، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني. طب قولي لي ياسمين، قولي لي مشي ازاي الماتش؟ يعني مشي بفارق على طول ولا مشي بشيء؟ هو الجيم الاول كان ماشيين ببونت بونت، بعد كده يعني شدينا عليهم فكسبناهم يعني، ضغطنا عليهم الاول
فكسبنا 3-0 الحمد لله. كابتن ايمن ازاي بيضغطوا عليهم؟ يعني ياسمين بتقولوا بيضغطوا ازاي؟ احنا نقدر نعطل لهم المهارات بتاعتهم اللي هم مميزه فيهم زي الاستقبال. طبعا المهارات الكره الطايره احنا عندنا اول مهاره اللي هي استقبال. الاستقبال على اساسه بيتم الهجوم او الاتاك على الفرقه الثانيه، فاحنا بنحاول نصعب الارسالات جامد جدا عليهم، فاستقبالهم بيبوظ فبيبقى الاعداد ضعيف والهجوم بيبقى ضعيف، بترتد الكره بنعمل كونتر اتاك قوي فبنقدر نوقفهم كويس، يعني بالارسال الارسالات القويه والهجوم القوي بنقدر نوقف الفرق الثانيه. واحنا الحمد لله بنتميز ان احنا الاتاك بتاعنا عالي جدا، عندنا لعيبه مميزين جدا، لعيبه معظمهم في منتخب مصر، عندنا معدين مميزين، عندنا سلمى خالد معده ممتازه، عندنا رناده خالد برضو معده ممتازه، عندنا مريم احمد ثابت معده ممتازه، وعندنا نبرهات برضو مميزات. طب ايه رايك حضرتك، بس انا هقف عند نقطه، ايه رايك بقى؟ قلت اسماء كثيره كويس، هنطلع تقرير هنشوف تقرير بقيه الفرقه قالت ايه عن فوزهم بمنطقه القاهره، نبص على التقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. وفقنا في جميع المباريات، كسبناها 3-0 الا مباراه مدينه نصر كسبناها 3-1 يعني، والحمد لله عملنا اداء حلو جوه الملعب الحمد لله. يعني كانت مباراه سهليه تعتبر، بس مباراه البطوله هي كانت وادي دجله الحمد لله كسبناها 3-0. اول تمرين اهو بعد البطوله، ويعني هنستعد بدنيا ومهاريا وكل حاجه والتكنيكال ستايل وكل حاجه عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كمان بالجمهوريه ان شاء الله. ان شاء الله كنا متوقعين ان شاء الله نكسبها، لكن الحمد لله ان شاء الله يعني ما كانش في حاجه صعبه، كله طبعا احساس حلو قوي يعني ان انت شايله الكاس وشايله اسم النادي ورافعه اسم النادي كده بكاس وكده، طبعا احساس حلو. هي البطوله في بدايتها ما كانتش صعبه قوي، لكن من اول الستة لاخر الفاينل هم اللي كانوا كل ماتش لازم نركز فيه، علشان لازم نكسب كل ماتش 3-0 عشان ما نحطش نفسنا في اي ضغوط خالص قدام في الفاينل او السيمي فاينل اللي في الاخر. بس فهي كانت ماتشات يعني صعبه، واحنا كنا لازم نركز في كل ماتش منهم. هم دايما بيدعمونا في كل حاجه، اي مشكله او اي حاجه بتحصل بيبقوا واقفين ورانا، بس بيحلوا لنا كل حاجه، عندنا كل الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا نكسب يعني الحمد لله. وكده كنت مبسوطه طبعا، لان يعني دي اول كده بطوله، هي البدايه ولسه فضل بطوله الجمهوريه بقى، نتمنى ان احنا كمان ناخدها ان شاء الله. طبعا احساس حلو جدا ان انت تستلم ميداليه ذهبيه وان انت تاخد الكاس، وعشان احنا تعبنا وتمرنا فده احساس حلو جدا. الفترات اللي قبل المباراه لازم بيبقى شادد علينا عشان عارف ان المباراه دي مهمه. في المباراه لما مثلا الفرقه تبتدي تقل علينا شويه ما بيشدش عشان ما نتوترش، بس الحمد لله يعني الماتشات ما كانتش جامده قوي. اقول له شكرا على الدعم وعلى المدربين الحمد لله، وان شاء الله هنكسب البطوله الجايه. طبعا احساس حلو قوي وفرحه، وان شاء الله نفضل كده على طول، والجمهوريه ان شاء الله ناخدها 3-0 وكل الماتشات. هو ساندنا ودعمنا وبقول له شكرا على دعمه لينا. كانت ماتش وادي دجله كان صعب شويه، بس الحمد لله كسبناه كويس جدا. شكرا لحضرتك، والحمد لله هم مساندينا في كل حاجه الحمد لله. يعني حسينا ان ربنا ادانا تعبنا، والبطوله كانت سهله قوي في ماتشاتها يعني الحمد لله. شكرا جدا اكيد عشان كانوا بيدعمونا وبيشجعونا على طول، وكانوا مدينا ثقه في نفسنا زياده يعني. اكيد اتبسطت عشان كانت بالنسبه لي اول بطوله اخدها، عشان السنه دي اول سنه ليا في النادي، فأكيد شعور مختلف يعني عن أي واحدة تانية في الفرقة. أكيد عاوزين ناخد أول جمهورية، بس الفرقة فعلاً المنافسة جامدة جداً، بالذات فريق صيد يعني هو أقوى فريق دلوقتي، فإحنا كل هدفنا بس إن إحنا نتمرن كويس وكده عشان نعرف يعني نأدي كويس وناخد أول إن شاء الله. شكراً لدعمك لينا ووقفك جنبنا، لولا حضرتك أصلاً وكابتن نور عطية ما كناش هناخد أول ولا هناخد أي حاجة. شفنا اللاعبات هم بيقولوا كلام على الانجاز وكلام عن فرحه الفوز. كابتن ايمن وجهوا لك كلام كتير بيشكروك فيه، تقول ايه؟ طبعا انا بشكرهم جدا، احنا السنه دي تعبنا معاهم وهم تعبوا واتمرنوا واجتهدوا، وانا بشكرهم جدا، بشكر كل اللاعبات وبشكر اولياء الامور، وشكر خاص للكابتن حمدي الصافي المدير الفني
طبعا هو بيدعمنا وبيدعم الفرقه، شكر خاص كبير لكابتننا الكبير واستاذنا كابتن نور عطيه، بيحفزنا دايما ودايما واقف في ظهرنا، فانا بشكره جدا على دعمه لينا، بشكر الكابتن حمدي برضو على دعمه لينا ودعمه للفريق، وان شاء الله اتمنى ان احنا نرضي النادي ونحقق له البطوله اللي جايه بطوله الجمهوريه، وان شاء الله تكون تحت حسن ظن مجلس الاداره والنادي الثقه الكبيره اللي حطوها فيا، واتمنى ان شاء الله ان اللاعبات يساعدوني على كده بحيث ان احنا نحقق البطوله الجمهوريه، ونبقى ان شاء الله حققنا السنه دي الثنائيه المطلوبه مننا، حققنا الهدف والتارجت المطلوب مننا. هايل. سلمى، كل واحد وهو بيلعب لعبه بيكون عنده مثل اعلى في الطايره، اكيد عندك مثل اعلى، تقولي مين؟ بيشاور لك تقولي لا. كابتن منى عبد الكريم. كابتن منى عبد الكريم. هايل. ويسرى. كابتن يسرى عبد الكريم. جبت الاختين. مين من الجيل ده اللي انت عارفاه؟ مين من الجيل ده؟ البصرات ما شاء الله عليك، قولي لي. في الجيل بتاعنا احنا؟ في الجيل اللي قدامكم، الجيل الكبير. انا بحب كابتن يسرى. كابتن يسرى هي ال كابتن يسرى كذا تمرينه كانت بتنزل ترفع لنا ما شاء الله، يعني كانت حتى بعد هي بقى لها كم مره ما بتلعبش يعني ما شاء الله السنس الرفع عندها حلوه. ده هي يعني كابتن يسرى عبد الكريم انت شايف ان هي مثل اعلى ليكي في 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 الكبصيره. خش على الضرب. حلو كده، خش على الضرب. قولي لي الاوبزيت يعني ايه؟ لازم نشرح للناس يعني ايه اوبزيت، مركز اوبزيت يعني ايه؟ يعني بلوك وديفنس. ديفنس ده المركز اللي هو عكس الضريب اللي هو مركز اربعه. بس اهم حاجه البلوك يعني. اهم حاجه البلوك بتاعه. المركز ده بتحدديه انت ولا المدرب بيحدده ولا بيحصل ايه؟ لا انا اللي بحدده. ازاي بقى؟ قولي لي. يعني مش فاهم يعني ازاي؟ انت اللي بتقولي عايز العب اوبزيت ولا كابتن هو اللي بيحطك في اوبزيت ولا ايه بالظبط؟ هو انا يعني انا كان نفسي العب اربعات لان كان استقبالي حلو قوي وشوت يعني وديفنس، بس ربنا بقى كرمني في اثنين. ربنا كرمك في اثنين، كملتي اثنين. ايوه بالظبط. مايا بتلعب ايه؟ مايا بتلعب اوبزيت واربعه برضه. واخويا برضه اوبزيت واربعه يعني. انت ليكوا اخ بيلعب فولي ما شاء الله، ده عيله كلها خطايا. ايوه تتكلموا مع بعض ازاي مش عارف. قولي لي يا مايا، مركز اربعه هو اقوى مركز، ده اللي انا عارفه يعني. كويس، لكن الايام دي بقت الاوبزيت حاجه مهمه. مظبوط؟ لان الاربعات مثلا في ماتشات بيبقى عليهم لود جامد في الاستقبال، يعني ممكن لو فرقه جامده نابع عليهم ارسالات كتيره ممكن يتهز في الضرب، فلعيب اتنينات لو ما كانش فايق هيبقى حاجه صعبه يعني. ودي اللي احنا اهم يعني حاجه هو الاستقبال الكوره عشان تطلع للمعده بتاعتك. طبعا اول كره دي اهم حاجه، اهم حاجه. اول كره لو باظت كل حاجه هتبوظ، تبوظ على طول. طبعا ما عندهاش حل ثاني يا كابتن ايمن. هي بنسبه كبيره الاستقبال هو العامل الاساسي في التركيبات الهجوميه، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نحسن الاستقبال بتاعنا بحيث ان هو يوصل للمعد، نقدر من خلال الاستقبال الكويس يحصل تركيبات هجوميه كويسه، يقدر المعد يعمل تركيبات هجوميه قويه، نقدر نخلخل بيها البلوكات بتاعه الفريق المنافس. فاحنا يعني بنركز جامد جدا على الاستقبال ان هو يطلع بنسبه لا تقل عن 70 او 75%، فالنسبه دي لو موجوده تقدر التركيبات الهجوميه تبقى عاليه وقويه جدا، نقدر نخلخل حائط الصد الدفاع الناحيه في الفريق المقابل، فنقدر نحقق الفوز بسهوله. فاحنا من التكتيك بتاعنا ان احنا نبوظ الاستقبال للفرق الثانيه، يرجع لنا كونتر اتاك سهل نقدر نخلص بيه الانت يعني. فالاستقبال عامل مهم جدا، فاحنا شغالين عليه بشكل قوي جدا المرحله القادمه عشان نعليه ونقدر نعمل التركيبات الهجوميه بتاعتنا اللي هتقدر تخلينا نفوز على الفرق المنافسه لينا او القريبه من المستوى ان شاء الله باذن الله. تمام. سلمى، خلصنا الاستقبال، عندنا مهاره مهمه هي الارسال. مهاره شايفاها ازاي في الفولي؟ هي اهم مهاره ولا هي تاني واحده بعد الاستقبال؟ هو الارسال ده مهاره مهمه لان الارسال يعني بنكسب بيه بوينت كتير. يعني لو ركزنا في الارسال ممكن نبوظ لهم يعني خطه لعبهم والاستقبال ونهزهم من اول. عايز اعرف يعني ايه نهزهم بالارسال؟ يعني مثلا الفرقه بتبقى داخله فيها حماس قوي ان هي تكسب، ان هي يعني جايه قدام فرقه الاهلي، ف
فهي لما اول يعني لما بنبتدي نلعب عليهم و ويضيع يعني اول كوره يعني فبيتهزوا يعني ده بيفرق معانا ذات نفسنا بيفرق معاهم كده اه طبعا احنا لما ويتاثروا في نفسيتهم اي فرقه بتلعب النادي الاهلي لما بتمشي معاه بونت ببونت روحها بتعلى جدا يحصل عندهم حماس وروح عاليه جدا فبيبتدي الجيم يتخنق مننا فاحنا على قد ما نقدر بنحاول نضغط على الفرق المنافسه ونفرق عنه في الجيم في بدايه الشوط بحيث ان احنا نبقى ضاغطين عليه ضغط جامد جدا يفضل روحه المعنويه منخفضه نقدر احنا نعلى عليهم نفرق بكام بونت فيبتدي هم يتهزوا يبقى ما فيش ثقه في نفسهم عارفين الاهلي قوي فمش مش هيقدروا يوصلوا او يعادلوا النتيجه تاني فروحهم بتهبط فاحنا بنكسب بسهوله ان شاء الله الحمد لله ودي المنافسين نتكلم عن المنافسين مره ثانيه المنافسين اللي هو سموحه او سبورتنج كده ايه الفرق بينهم وبين نادي الصيد وبين هليوبوليس اللي انتوا بتلعبوه اعتقد اعداد كويس منطقه القاهره ليه بطوله الجمهوريه هو نادي الصيد يعني هم كانوا في معانا في المنتخب وغير كده مدربين زي ما مي قالت هم حافظين لنا صم فهم يعتبر نفس يعني مستوانا بس هم يعني لعيبتين بس هم الكويسين باقي بقى الفرق يعني كويسين وكل حاجه بس نادي الصيد اكتر شويه اكتر حاجه بيكسبكم لا طب احنا حاسس ان انتوا تقيل على نادي الصيد قوي ليه بقى يعني هو لعبنا مع بعض في المنتخب فكل واحد حافظه الثانيه كده يعني كابتن ايمن اللي بتواجه ده ازاي ان هم حافظين بعض بالذات المدربين اللي بيمرنوهم في المنتخب بيمرنوهم يعني حافظين لعبتهم طبعا احنا بنقدر نغير من طريقه اللعب بتاعتهم اثناء المباراه بتاعتهم بنقدر نغير من التكتيك اللي هم حافظينه عن اللاعبات بنقدر نعمل لهم تشكيلات هجوميه جديده نضرب من مراكز مختلفه نبدل عناصر ثانيه بحيث ان احنا نوديهم مراكز ثانيه تشتغل من اماكن ثانيه نغير اماكن الهجوم مثلا ان هو حافظ لعيب معين بيضرب في الزاويه نقدر نخليه يهاجم في الخطوط عندنا هو حافظ لعيب يهاجم في الخطوط نقدر نخليه يهاجم في الزوايا نحاول نعمل له خلل في الدفاع بتاعه زي ما قلنا برضو الاستقبال نحاول نصعب الارسال عليهم جامد جدا بحيث ان هم التركيبات الهجوميه بتاعتهم تبقى ضعيفه يرجع علينا سهله نقدر نعمل عليها كرات كونتر اتاك بسهوله فنقدر نخلخلهم مجرد ان احنا فرقنا عن الفرق بكام بونت الروح المعنويه بتاعتهم بتنزل فبنقدر نفوز عليهم بكل سهوله ودي هي يعني الخطط بقى والتكتيك الحاجات اللي احنا بنعملها دي خاصه بالمدربين وخاصه بكل مباراه كل مباراه بيبقى انت دارسها كويس جدا طبعا عارف الفريق المنافس عارف العناصر المميزه فيه العناصر المميزه فيه انت بتقدر توقفها ليهم طرق تقدر توقفها بيهم في لعيبه معينه في الفرقه نقط ضعف تقدر تلعب عليهم نقدر ان احنا نلعب على نقط الضعف بتاعتهم ناثر على نقط القوه بتاعتهم فيوصل ان المستوى بتاعهم يبقى متوسط ما يوصلش المستوى القوي بتاعهم تمام سلمى السن اللي انت فيه ده 16 سنه خروج مع اصحابك ما بتعرفيش تخرجي انا عارف بسالك سؤال سهل هو جدا اهو ما بتعرفيش تخرجي بتعملي ايه معاهم يعني بتتعامل مع اصحابك ازاي مع انك هم عايزين تخرجي معاهم والحياه الرياضيه لا بتمنع الكلام ده هو انا يعني اغلب الخروجات اكيد ما بعرفش اخرج معاهم بس هو انا يعني ساعات بحاول اوفق ما بين يعني التمرين والخروجه يعني هو ايه لو في نفس ميعاد التمرين اقول لهم طيب خلوها مثلا الصبح ايوه او مثلا اقول لهم عندي تمرين مش هينفع او اي حاجه ما فيش مره واحده من اصحابي جايه تفكسي تمرين لا اكيد صح اكيد بتفكسي تمرين مره صح عدت مره لا مرتين انت عارف طب حلو قوي هو عارف قولي لي يا ياسمين الموضوع ده ما بيسببش قلق معاكي في الحقيقه انت مش بتتعاملي في العيش الطبيعي زي الناس هو اكيد بيبقى في قلق بس يعني انا بحاول افهم ما بين حياتي وما بين الرياضه فهو تقريبا حياتي دلوقتي كلها بقت عباره عن الرياضه مفصوله عن العالم الخارجي بالظبط صح رياضه مذاكره بيت بالظبط مدرسه الصبح وكمان ما بروحش المدرسه فيعني ليه؟ يعني عشان دروس ببقى اخليها الصبح عشان مواعيد التمرين انت عايز ايه ثانويه عامه؟ لا ثانيه ثانوي ثانيه ثانوي فلسه قدامنا سنه يعني بروح كل حبه كده بس يعني كل حبه؟ بتوفقي بين الامور وليه ما هي نفس الكلام ولا ايه؟ لا انا بروح المدرسه يعني بتروحي؟ لا هي ملتزم ما يعني ما ده جزء اللي مش ملتزم وده جزء الملتزم هم مستشارين برضه بس
مي من اللاعبات الملتزمه جميل جدا بالتزامها ده وقدرت توصل ان هي تصعد لفريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي تلعب اساسيه في الفرق الاكبر 18 19 سنه وصعدت من فتره قريبه للدرجه الاولى فده نتيجه التزامها ونتيجه مجهودها وتعبها فانا بشكرها هي ملتزمه ومجتهده جدا فاتمنى ان كل اللاعبات يبقوا زيها ايوه كلهم اتمنى بس اكيد يا كابتن ان النادي الاهلي اللاعبات كلهم اكيد ملتزمين اكيد على طريق واحد هو فيه مش سنه شويه ممكن يكون بيحذر لكن انا اعتقد ان كلهم بيكونوا عندهم التزام كامل كلهم بالتعليمات ملتزمين قولي لي يا مية بتتعاملي ازاي مع الحاله دي والله انا اصحابي من واحنا صغيرين مع بعض فهم هم بصراحه مقدرين الموضوع ده مني هم فخورين بيا باللي انا بعمله ده وهم طبعا كانوا نفسهم يبقوا زي يعني وكده بس هم يعني مقدرين الموقف اللي انا فيه بالعكس بيدعموني وبيشجعوني بس اكيد لو في اي وقت فاضي اول حاجه بتبقى اولوياتي هم اصحابي لان انا ما بشوفهمش طول السنه ده غير ان احنا على طول على مدار السنه تمارين بقى وده غير المذاكره بس يعني هو بصراحه التمارين ما بتاثرش على المذاكره لان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها بص على الصوره دي واحكي لي حكايه الصوره دي عائلتي وبصراحه ليهم دور كبير معايا قوي لان احنا من احنا صغيرين انا ساكنه بعيد عن النادي يعني وكده فماما على طول انا برجع من المدرسه ما بنلحقش نعمل اي حاجه يا دوبك بننزل بس عايز اعرف انت واقفه في النص مظبوط ايوه انا واحكي لنا بس قولي ده بابا ده بابا مدرب في نادي الصيد كويس مدير فني ودي اختي الصغيره بتلعب في 12 سنه كويس واختي اللي هي على اليمين بتلعب في نادي بس القاهره الناس لابسه ايه الناس مش شايفه انت بتشاوري انا اللي شايف اللي هي لابسه من بيتي بتلعب في نادي القاهره وما شاء الله يعني مؤثره في فرقتها ومامتي بصراحه تعبت معايا كتير قوي عشان اوصل اللي انا فيه دلوقتي يعني. عايزك تقولي كلمه لماما وانت كده على الهواء تقولي لها ايه بالظبط والله يا ماما شكرا هاتوا صورتها هاتوا ماي وهي بتقول اتفضلي والله بحب اشكرها انها ايوه يلا ايوه كده تمام يلا بشكرك يا ماما اللي انت تعبتي معايا كتير والله واستحملتني في اوقات انا ممكن ما استعملش نفسي فيها ان الواحد بيجيب اخره ساعات يعني ده غير بقى يعني مشاكل اصابات بقى وكده هي بتبقى مسنداني جامد لعنه بالظبط الاصابات بالنسبه للعيب الفولي بتبقى انت منعته عن حياته تقريبا فهي بتقف جنبي يعني السجين بتاعنا بالظبط بس ما انا عايز اقول لك حاجه لما تروح البيت تلاقي شويه مشاكل انت قلت لماما ما قلتيش لبابا وانا شكلي تتكلمي خلاص ياسمين قولي تقولي ايه للكابتن ممدوح تقولي ايه للاسره ولكل اخواتك بجد ان انا عارف البيوت دي كلها بتتعب كعيله تقولي لهم ايه؟ احب اشكرهم قوي بجد على انهم وقفوا جنبي وساندوني وحفزوني كتير ان انا اوصل للحاجه اللي انا كنت متخيلاها بس الحمد لله يعني هم جنبي بص على الكاميرا ما بصيش انا ايوه كده تمام الحمد لله ان هم جنبي واصاباتي برضو زي ما مي قالت لنا الاصابات دي اكسجين بالنسبه لنا هي ربنا يخليكم لك ودايما تكوني في خير وسعاده يا رب سلمى دي صوره ايه دي؟ ياسمين وهي بترفع كاس البطوله فين؟ في صاله مدينه نصر ما انا عايزك تشرحي بقى مين اللي واقف على الصوره كابتن حسني غانم رئيس مدينه القاهره كابتن ايهاب عبد الفتاح مظبوط؟ اخبار الرياضه مظبوط؟ يعني لازم تكوني فرحه كبيره وصيف الفرحه دي كانت ليه؟ لا هي فرحه كبيره قوي وكمان ان انا شايله الكاس بتاعت بطولتنا ان احنا حسيت فعلا تعبنا جاب بنتيجه فكانت فرحانه قوي يعني سلمى سمعت حاجه كده حصلت في ماتش الفاينل في كاس اتاخد وجري بيه صح؟ ياسمين خدت الكاس وقامت طايره بيه وسابتكم ورا الكاس خالص والله ايه اللي حصل بقى؟ قولي لنا طلعنا نجري ورا طب قولي لي يا سلمى كلمه للاسره كده احب اشكرهم بقول لهم شكرا لدعمكم ليا ووقفتكم جنبي يعني وربنا يخليكم ليا ربنا يخليكم ليا قولوا لي اللي بتتعاملوا ازاي مع السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا ياسمين اكيد ليها حيز معاكي واكيد في جماهير بيخشوا يحفزوك على الموضوع واكيد كلكم نفس الكلام بتتعاملي ازاي مع الموضوع ده؟ يعني بنقعد نتفرج على الفولي وازاي المهارات كده يعني عشان نحاول يعني نبقى نحسن من نفسنا وغلطاتنا. واتساب شويه مع اصحابي وكده. واتساب شويه مع اصحابي بس عايزين نقول ان النادي الاهلي لا يرضى غير بالمركز الاول عندنا بطوله جايه يا كابتن ايمن وبطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله نتمنى ان انتم تكونوا معانا تاني واتمنى هنتابعكم ونشوف كل حاجه شرفتوني ونورتوني صوره اولياء الامور وكلمه اخيره كابتن ايمن لاولياء الامور.
بشكر كل أولياء الأمور طبعا على تعاملهم معنا والتزامهم معنا في التدريبات وحضور ولادهم. طبعا هم الجندي المجهول اللي احنا ما بنشوفوش. بشكرهم على تعبهم. شكر خاص للناس اللي هم بيدعموا الفريق. في ناس بيدعموا الفريق كويس جدا وفي ناس بيوقفوا جنب الفريق كويس جدا. فبشكرهم بشكرهم واتمنى ان هم يستمروا معنا في الدعم ويستمروا معنا في ان احنا نوصل لهدفنا ان هو نحصل بطوله الجمهوريه ان شاء الله السنه دي باذن الله. كابتن ايمن بشكر. كل اللاعبات الموجودين ياسمين سلمى مي وكل اللاعبات اللي كسبوا بنشكركم شكرا جزيلا على الانجاز اللي عملتوه. بنتمنى في المرحله الجايه ان شاء الله نتابع معاهم بطوله الجمهوريه اللي هي البطوله المهمه ليهم. في اخر حديثنا شكرا والى اللقاء.